العوز بلاقيك جنبي تسند لي قلبي تشجعني لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم وقت العوز بلاقيك جنبي تسند لي قلبي تشجعني لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم كريا ليسون يا رب ارحم. مشاهدينا مساء الخير على حضراتكم جميعا على مستوى انحاء العالم كله. مشاهدين قناه الطريق برحب بكم في حلقه جديده من حلقاتنا في برنامج رب ارحم كيري ليسون. طول ما احنا عايشين في الارض هنفضل نصرخ ونقول يا رب ارحمنا. كم حد بيرددها وكم مره بيرددها في اليوم؟ كم حد ما فيش يوم غير لما يكون بيرددها لانه متضايق، لانه تعبان، لانه مهموم، لانه عايز معونه ربنا في حياته. كم مره كل حد فينا بينده لربنا ويقول له يا رب ارحمنا. واحنا عايشين في هذه الذكرى الجميله في اسبوع الالام اللي كلنا بنتمتع بالقداسات والبسخة والاجتماعات والترانيم اللي بتفكرنا بالام المسيح. كم حد فينا بيعيش هذه الذكرى؟ كتير سمعنا ترانيم، وكتير سمعنا عظات وتأملات، وكتير استمتعنا باجتماعات، لكن كم حد فينا بيعيش هذه اللحظات مع آلام الرب يسوع؟ كم حد بيتألم الأسبوع ده في آلام الرب يسوع؟ الصليب والقيامة، بعد الصليب في قيامة، في حياة، وهنعيد وهنتبسط. لكن قبل ما يكون في قيامة كان لازم يعدي على الصليب، كان لازم يجري ويروح عند الصليب، كان لازم يتصلب علشان يبقى لينا حياة وليكون لينا أفضل. كان لازم الصليب يكون موجود. في ناس بتقول الصليب عار، لكن احنا نقول الصليب بالنسبة لنا قوة وفخر إن المسيح اتصلب عشاني وعشانك. هو اتألم وخد مكاننا عشان يدينا حياة، عشان يرفعنا معاه من كل الضعفات، من كل الضيقات، من كل التجارب الصعبة اللي بنواجهها في الحياة. هو يقدر يكون بيعيننا لأنه هو اتجرب قبلينا، كان مجربا. وهنتكلم النهاردة عن كمان التجربة، التجارب الصعبة اللي ممكن يكون الإنسان بيعيشها، التجارب المؤلمة. في تجارب شديدة الحساسية وصعبة جدا بنمر بيها، وفي تجارب يعني بتبقى شوية هينة وبنعدي منها ونقول بنشكرك يا رب بعد ما نكون بنعدي التجربة. لكن في وسط التجربة هل بنرفع عينينا على ربنا ونقول له يا رب انت قد تألمت، انت قد جربت، وانت تقدر تكون بتعيننا؟ تقدر تقول له كده في وعد ربنا، في الوصية، في اللي بيقولك انا شلت عنك وانا اتجربت بدالك، هقدر اكون بعينك النهارده. في رساله عبرانيين الاصحاح الثاني عدد 18 بيقول كده: يا ريت نردد هذه الكلمات ونحطها ونحفظها جوه قلوبنا حتى تعيش معانا وتعيش فينا وجوانا، وما نكسرش ابدا اي وصيه
أو أي وعد من رب المجد لكن نعيش بيه طول الأيام. بيقول كده في عبرانيين الإصحاح الثاني عدد 18: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. بنشكرك يا رب، بنشكرك لأنك أنت حاسس بينا وداخل جوانا وعارف كل نبض وكل دقة في قلوبنا وكل أنين بنمر بيه، أنت عارفه كويس قوي. في وسط التجارب يقدر يكون بيعنا؟ أيوة أيوة، ده كلامه. هو يقدر يكون بعين، والأعداد واضحة جدا. عايزك تتشجع النهاردة معايا، قول كده: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين باسمه هو. تعالى واجري عليا وارمي أحمالك كلها عليا وقول: يا رب أنا في ضيقة صعبة، تقدر يا رب النهاردة تكون بتنشلني منها؟ تقدر تطلعني منها؟ تقدر تخطفني من المشكلة الفلانية اللي أنا حاططها قدامك، من المرض اللي ملهوش حل أو ملهوش علاج عند الأطباء؟ تقدر تكون بتخرجني منه؟ تقدر تكون بتديني حياة؟ تقدر تكون بتديني حياة يا رب في الموت اللي أنا ممكن أكون عايشه دلوقتي؟ في نبضات كثيرة ممكن تكون جوانا وبتصرخ لرب المجد. يسوع بيقول لك: أنا اتجربت، أنا اتأهنت، أنا علقت على الصليب ودقت في إيدي المسامير عشاني وعشانك، عشانك. ربنا بيقول لك: أنا اتعذبت عشانك، صلبوني وحطوني على عود الصليب ودقت في إيدي المسامير عشان يكون ليك حياة. ليك فخر، ليك فخر ان يسوعنا حي، ليك فخر ان يسوعنا بيقدر يكون بيعين كل مجرب وكل حزين ومتضايق. بس وانت بتتكل عليه خليك واثق انه هيكون بيفك لك مشكلتك، خليك واثق. ما تقولش: يا رب انا بتكل عليك، وتيجي مره تاني وتقول: لا بس انا شاكك، انا حاسس اللي ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، ممكن المشكلة اللي أنا واقع فيها دي تتحل أو ما تتحلش. خليك واثق لأن إلهنا صالح وإلى الأبد رحمته، يقدر يكون بيعين كل إنسان مجرب. في وسط التجربة إيده معانا، لما تخلص التجربة اللي علينا لازم نكون بنشكره وبنرفع أيدينا بالهتاف والتسبيح، لأن إلهنا إله حي يقدر يرفعك في وسط أزمات حياتك وفي وسط الموجة الصعبة اللي ممكن كل شوية بتيجي تدوشك وممكن تكون بتطيرك معاها. لأن الموج اللي في البحر لما بتشوف بحر كبير كبير ومليان موج وتيجي كده تسبح في البحر ده، الموجة ممكن تدفعك لجوه، تسبح بدل ما تكون على الشاطئ بره تدخل للعمق، ومع الموجه بتقعد تسحبك لجوه، بتسحبك وانت مش عارف، فانت بتكون تايه في وسط العالم. قول له: يا رب خليني دايما اكون مش في العمق في وسط المشكله، لكن خليني في العمق يا رب جوه كلمتك، خليني في العمق جوه ارادتك ومشيئتك، وما يحسن في عيناك انت تفعل يا رب. خليني في وسط التجربة ديت اللي أنا واقع فيها، في وسط أحزاني وضيقاتي، دايما عيني عليك وأكون فرحان لأنك اديتني حياة. ربنا بيحب قوي اللي واثق فيه، ربنا عينه على اللي مصدق فيه، ربنا يديلك أحلامك ويديلك كل اشتياقاتك، بس لو حطيت أحلامك فيه هو، قول: يا رب أنا عايزة أتمسك بيك،
عايزة أتمسك بكل وعد قلته لي في كتابنا، مش مجرد بس بنسمع، ويمكن مع السمع ممكن يتوه مننا الكلام وصايا ربنا اللي سمعناها، لكن خليها تتحفز في قلبك، احفظها عشان تقدر تكون بتعيش في الأيام القادمة منتهى الفرح والسلام. زي ما كلكم عارفين مشاهدينا ان برنامج رب ارحم دايما في وسط الحدث وفي وسط الواقع وفي وسط احلام الناس اللي محتاجينها تكون بتتحقق في الوقت الجاي. تقدر معانا بمساعدتك بمساندتك تكون معانا. عايزين نحط قدام حضراتكم اليوم ازاي نكون بنعيش اسبوع الالام وايضا في فرحة العيد الجميلة، ازاي نكون بنذهب لاخواتنا المحتاجين معونة ومحتاجين بركة الرب توصل لهم. عائلات كثيرة جدا محتاجة فعلا بالفعل نكون بنروح لهم في الوقت الجاي بشنطة العيد. كم حد هيكون واقف معانا ويقول انا عايز اكون بقدم معاكم شنطة العيد بكل ما فيها؟ ويمكن حضراتكم تابعتوا معانا الوقت اللي فات، تحب تاخد البركة دي معايا ببرنامج رب ارحم اليوم؟ تحب تكون بتشترك معايا اليوم في تسديد بالمعونة الحلوة اللي هتكون بتروح لإخواتنا اللي محتاجين اللي موجودين معانا دايما بيفرحوا جدا لما يكون شنطة العيد بتروح لهم، وبنتصل بيهم ونقول لهم يسوع بعت لكم البركة دي، يسوع عايز يكون بيهنيكم بالبركة دي. حقيقي ناس كثيرة بتقول احنا اوقات ما بنشوفش اللحوم ولا الفراخ غير من العيد للعيد. لكن مع فرحة العيد اليوم حقيقي عايزين نكون بنساعدهم ونقول لهم بالمحبة اللي جوانا توصل لهم، مش بالكلام ولا باللسان. المسيح لما خد مكاننا ما كانش بالكلام، لا ده حبنا بجد، ده حط نفسه على الصليب بجد، حبنا حب عظيم. هل تقدر تكون بتستمد الحب منه وبتوزعه على الناس، كل الناس اللي محتاجة، كل الناس اللي في اللي بتشتاق لكلمة ربنا بتوصل لها، بتشتاق لحضن حلو يحتضنهم، بتشتاق لكلمة طيبة تفرحهم، بتشتاق لإيد مساعدة بتوصل لهم؟ وكل دول بيحصل في برنامج يا رب ارحم. تيجي تشترك معانا ببركة العيد وشنطة العيد. محتاجين مع حضراتكم نكون بنعايد عليهم. ازاي؟ محتاجين نكون بندعم 200 أسرة اليوم في برنامج يا رب ارحم عشان نقدر نكون بنديهم شنطة العيد. 200 أسرة وهنقول ب$60 ب$60 بس حضرتك تكون بتساعد معانا بالمبلغ ده عشان نقدر نكون بنفرح اخواتنا. لو عندك كمان استعداد حضرتك تروح وتشتري الحاجة كمان بنفسك وتقابلنا ونكون مع بعض ونوصلها لإخوة الرب، ده شيء ممتع جدا وشيء جميل جدا. أنا عايزة أكون بسمع أسماء حلوة تكون حاطة قلبها معايا في اليوم. في الحقيقة أنا ما كنتش هطلع النهاردة بكلمكم بصراحة، لكن أنا جات لي كده ضربة في قلبي وقال ربنا قال لي لازم تطلعي لأن العيد داخل ومحتاجين نكون بنشجع إخواتنا عشان يكونوا بيساندونا. كده كده قناة الطريقة هتروح لهم، كده كده هنباركهم، لكن تاخد البركة معانا، تاخد البركة معانا وانت بتحط المبلغ دوت قدام ربنا تقول له المبلغ ده هيطلع مني حتى لو من أعوازي، هيطلع مني عشان أكون بسعد أسرة محتاجة للطعام، محتاجة تاكل وتشرب زينا بالظبط في العيد. احنا مش احسن منهم، احنا مش افضل منهم،
ده هما الأفضل مننا. إزاي تكون بتزرع في برنامج رب ارحم عشان نكون بنوصل للأسر المحتاجة لمحبة ربنا. نيجي نتصل بيهم واحد واحد ونقول لهم في محبة هتوصل لكم، في هدية هتوصل لكم من رب المجد. قد إيه الفرحة حقيقي بتوصل ليهم وانت بتقول كده أنا محتاجة أكون بحط المبلغ ده. $60 يعني أباوت هنقول حوالي 400 جنيه أو 420 جنيه. بس أنا بقول يا جماعة يعني لو مش في مقدرتك الموضوع 400 أو 500 جنيه، لو مش في مقدرتك المبلغ ده حط اللي أنت عايز تكون بتزرعه، حط أي بركة. البركة دي أنت اللي هتاخد قدامها أضعاف البركات. كفاية وأنت نايم بالليل تقول يا رب أنا زرعت، أنا قدمت علشان مجد اسمك، عشان إخواتنا. في ناس كثيرة حقيقي محتاجة، يمكن ناس كثيرة عدت علينا في الوقت اللي فات ومستنية شنطة العيد مننا واتكلمت معانا. هل بمحبتك وعطائك تقدر تكون بتساند إخواتك؟ تقدر بقدرة يسوع اللي فيك تقدر تكون بتقدم اللي ربنا عايزه منك؟ ما تستناش وما تترددش. أنا عايزاك بكل إيمان وثقة قل له يا رب أنا هزرع، بكل حب وعطاء قل له أنا هزرع، بكل تسامح وغفران قل له أنا هزرع. الله عايزك النهاردة فعلا تكون قدامه مثال للإنسان اللي بيحب حقيقي زي ما هو أحبنا. إزاي نكون كمان إحنا بنحب إخواتنا؟ الحب اللي ملهوش حدود ولا هنقدر نكون بنقيسه ولا بالطول ولا بالعرض ولا بالعمق ولا بالارتفاع، استحالة هنكون بنقيسه، لأنه فعلا حقيقي بدون حدود، ملهوش حدود. في الألام، في وسط ألام الرب، في وسط محبة الرب اللي ظهرت، هنقدر أيضا نتألم بألامه ونتألم بألام الآخرين، لأنه هو جرب عننا. إزاي إحنا نكون بنجرب أيضا عن ألام الآخرين وألام إخواتنا، إخواتنا اللي ملهمش حد غيرنا. ربنا أولا، وربنا بيثقل ولاده اللي هنقول إحنا ثانيا نكون بنعضد وبنسند إخواتنا. تعالوا في بداية حلقتنا وانت بتسمع الترنيمة الحلوة دي اللي جاية عن الألام والصليب، أنا الجاحد أنا الجاحد، انت تألمت عني كتير لكن أنا قلبي ما زال جاحد، يا رب خليني أكون برجع ليك مرة تانية، لن أتردد لن أكون برجع لك وبتوب ليك وبقول لك يا رب أنا فعلا أخطيت في حقك كتير. علمني التسامح والغفران تجاه الآخرين، علمني الحب والعطاء، إزاي أكون بكرم إخواتي، إزاي أكون في وسط ضيقاتهم وأتعبهم أكون أنا السند ليهم. علمني يا رب، علمني، علمنا كلنا عشان نكون تحت إرادتك ومشيئتك، ويا رب ما نروحش ولا يمين ولا شمال لكن نفضل ماشيين في الطريق، لأنك أنت هو الطريق والحق والحياة. خلينا نسمع الترنيمة اللي جاية. أثناء وانت بتسمع الترنيمة من فضلك لن تتكاسل بأنك تكون بترفع سماعة التليفون، قول أنا عايز أكون شريك بالمبلغ ده، سواء أكتر أو أقل أو نفس المبلغ، زي ما ربنا يرشدك اعمل وزي ما ربنا يقولك اعمل. لو عايز تكون بتروح بنفسك تشتري الحاجة، يا سلام يا سلام، حقيقة هنكون حقيقة مبسوطين جدا لأنك انت بتزرع معانا كل خير وبركة ورحمة في برنامج يا رب ارحم. تعالوا نطلع مع الفاصل مع الترنيمة اللي جاية عن الألام، أنا جاحد، وهرجع لكم تاني. ويا رب يا رب أسمع أخبار جميلة، وأنا عايزة أكون حقيقي بذكر كل اسم هيكون بيدي اليوم معايا في شنطة العيد. عايزة أكون بذكر أساميكم اللي هيتبرع
واللي هيحط في شنطة العيد معانا النهاردة لإخواتنا. تعالوا مع الفاصل وارجع لكم بسرعة بسرعة. نفسي أعرف يا يسوع حبتني ليه، نفسي أعرف يا يسوع ذنبك ايه. أنا الجاحد أنا الجاني أنا الخاين بأعمالي، أنا الجاحد أنا الجاني أنا الخاين بأعمالي، وانت ذنبك ايه انت ذنبك ايه. مصلوب مكاني ونط الدم سالي منك عشاني. أنا الجاحد أنا القاسي بقولها بكل إحساسي، أنا الجاحد أنا القاسي بقولها بكل إحساسي، وانت ذنبك ايه انت ذنبك ايه. عذبت كتير عن جسمك سمروا بالمسامير، طعنوا جنبك عذبوا عذبات كتير. أنا 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 ومن قلبي أنا أنا راجع أنا نادم ومن قلبي أنا عازم، أنا راجع أنا نادم ومن قلبي أنا عازم، أسلم قلبي ليه أسلم قلبي ليه أسلم قلبي ليه. We'll be right back.
رجعت لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا ترنيمة عن الألام. الرب يشيل كل قساوة في قلوبنا، نقول حقيقة الرب يشيل كل أنانية جوانا، وكل حاجة وحشة جوانا شيلها أنت. ونفسي أقول أنت ذنبك إيه، أنت ذنبك إيه رب بجد تاخد مكاننا، جيت وحبتنا وصلبت عشاني وعشان كل اخواتي. انت ذنبك ايه؟ لكن بالحب اللي ظهر على عود الصليب عايزين نكون بنستمد كلنا، عايزين نكون حقيقي بناخده منك ونوزعه على كل احبابنا من خلال برنامج يا رب ارحم، او من خلال علاقاتنا ببعضنا البعض. الحب يظهر والحب يتواصل بيننا وكل بين كل الأحبة اللي بيشاهدونا. يمكن الشاشة الصغيرة اللي قدامنا أكيد أكيد بتوصل حبنا لبعض من خلال برنامج يا رب ارحم. ونعمة ربنا الغنية هنقدر نكون بنسعد إخوات لينا كتير. تقول أنا عايزة أكون بزرع في شنطة العيد، عايزة أكون بقدم في شنطة العيد. عندك استعداد تكون مشترك معانا؟ عندك استعداد تكون مشترك معانا؟ لو عندك استعداد اتصل بينا دلوقتي على قناة الطريق، كل التليفونات قدام حضراتكم على الشاشة، سواء تليفونات أمريكا أو تليفونات مصر. تقدر كده كل حبايبنا اللي في استراليا، في أمريكا، في كندا، في يوروب، كل البلاد العربية. أعتقد إن المبلغ اللي حاطينه عشان نكون بنسعد إخواتنا في العيد، أعتقد يعني ولا حاجة في كل مصروفاتنا وكل الفواتير اللي بندفعها، nothing. لكن قد إيه البركة اللي بتزرعها وبتحطها بتساعد معانا عشان نكون بنفرح ناس كتير. قلنا اللي حابب يكون من البلاد الأوروبية أو الأمريكية، استراليا، $60 تقدر تكون بنسعد أسرة بشنطة العيد. عايز تكون بتسعد أسرة، أسرتين، ثلاثة، حط اللي ربنا عايزك تكون فعلا بتحطه. أو 400-500 جنيه تقدر تكون بتحطها، سواء أكثر أو أقل، لكن أنت بتعمل النهاردة زرعة جميلة بتحطها في برنامج يا رب ارحم. ومن خلال الزرعة الجميلة دي هنشوف حصاد وهنشوف ثمار جميلة بالسلام والفرحة اللي هتدخل جوه قلوب حبايبنا في كل مكان. عايزة أكون بنادي على كل حد بيشاهدنا، أنت مسؤول معايا في البرنامج، حضرتك وحضرتك مسؤولين معانا في البرنامج. أنتوا اللي هتكونوا بتفرحوا كل إخواتنا معانا، إحنا مش لوحدنا، لكن إحنا كلنا مع بعضينا هنقدر نكون بنوزع وبنرسل البسمة الجميلة على الوشوش الجميلة من إخواتنا في كل مكان. أتمنى من كل قلبي أكون بسمع أخبار كويسة في الوقت اللي جاي. الهواء جاهز معانا، هنكون بناخده، لكن مش عايزاكم تكونوا بتنسوا شنطة العيد مع إخواتنا. خلاص يوم الجمعة العظيمة المفروض نكون بنوزع شنط العيد، المفروض نكون بنتحرك لإخواتنا. وهنيجي الأسبوع الجاي هنتبسط كلنا باللي ربنا عمله. عايز تكون بتقابل المراسلين وتنزل معاهم ونفرح كلنا معاهم بشنطة العيد، اعمل كده واتصل بينا، كل التليفونات متاحة قدام حضراتكم. الهواء معانا جاهز. ألو قناة الطريق يا رب ارحم. ألو مساء الخير. مساء النور يا مدام رني. مساء النور حبيبتي، ألف سلام عليكي. ربنا يخليكي يا مدام رانيا، كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه حبيبتي، ويعيد كل الايام علينا كده بخير وراح موجود في حياتك. يا رب يا رب حبيبتي، يا رب جميعا كده يا مسيان. ربنا يخليكي. عايزين نتعرف عليكي. انا اسمي عفاف انور يا مسيان. يا مدام رانيا عفاف انور. ايوه يا فندم. اهلا بيكي اخت عفاف، منوره. ربنا يخليكي، انا بحبك قوي وبحب اتفرج على حلقتك.
ربنا يخليك يا حبيبتي، وانا بحبكم جدا جدا جدا، ربنا ده فخر ليا وشهاده يعني احطها جوه قلبي واقفل عليها. يكفيكي شر المرض يا بنتي يا رب. يا رب يا حبيبتي، وكفايه عندي الدعوه الحلوه دي حقيقي. ربنا يخليكي لينا يا رب. ربنا يخليكم لينا كلنا حبيبتي، كلنا نكون مساندين مع بعض بقوة يا رب. يكون عيد سعيد علينا جميعا يا رب. يا رب يا رب، والعيد يدخل كده علينا بالفرحه الغنيه فعلا يا رب. يا مسرانيا يا رب، عايزين نعرف. انا مريضه بالظبط، انا مريضه يا مسرانيا، عندي سكر وعندي ضغط وعندي فيروسي على الكبد، وعملت عمليه عشان انا ربنا بيحبني فبيجربني كتير، وانا بشكر ربنا على تجاربه الحلوه. امين حبيبتي، انت سمعتيني وانا بقول هو رب كان مجربا. ايوه، يقدر ان يعين المجربين. فانت انا تجاربي على التجارب الصعبه اللي ربنا اداها لك، انا فخوره بيكي لانك بتشكري ربنا. بشكره على طول كل وقت، انا ماليش غيره، انا عايشه بيه بفضله ونعمته عليا. بس رني امين. رب صالح، رب صالح. انا جربني في عمليه كبيره، انا عامله عمليه عامله عمليه بقالي السبت الجاي 21 يوم. فجاه كنت بشكي بألم رهيب في الكتف، فالدكتور قال لي لازم عمليه كبيره تتعمل، وفتح لي منظوري من قدام، ودخل بجهاز حفار خلاني اجرته تبع الشركه تبع معهد ناصر ب 1000 جنيه. وربنا توقف معايا وعملت العمليه، وانا استلفت ال 1000 جنيه بتاعت هو ايصال بيها. وقال لي قعدت اسبوع بعد 8 ايام بعد العمليه وربنا واقف معايا، وكان الدكتور مصمم يدخلني رعايه يا مس راني. بس انا وثقت في ربنا وبقيت اصلي وقريت ابانا الذي كتير، وانا ما طلبت البرنامج قناه الطريق يا رب ارحم، قلت لهم صلوا لي انا داخله عمليات. وربنا واقف معايا، ما دخلتش الرعايه عشان كانت ايد ربنا قبل العمليه قبل الدكتور، وانا واثقه في ايد ربنا. امين. وانا بجيب علاج شهري كل شهر يا مس رانيا، للسكر والانسولين وللكبد الخط بيقطع شويه معانا اعصاب. معلش، في علاج ايه بقى بعطوني اتابع بيه؟ معلش تقدري تقولي لنا علاج، بتاخدي علاج لايه؟ السكر شهري، السكر انسولين. ايوه، والكبد فيروسي للكبد. ايوه، وباخد علاج الدكتور كاتبه لي عشان العمليه بعد العمليه متابعه. افضل ماشي عليه فتره، اروح له كل خميس الدكتور. وانا واثقه من ربنا، بس كل دوت انا بشكر ربنا يا مستر. انا عندي بلوه كبيره اكتر، بس برضو بشكر ربنا. انا معايا ابني شاب 30 سنه عنده ورم سرطاني، وعمل عملية من سنتين، قعد في الرعاية شهر ونص، والعذراء وابونا عبد المسيح قاموا ومدوا ايديهم بعد الدكاترة ما خلاص يأست، وقالوا لي خلاص. وانا بقيت اصرخ ربنا وللعذراء واقول لها يا عذراء انت اللي هتشفي لي ابني، انت اللي هتنجيه. بعد شهر ونص في الرعاية خرج بالسلامه وبياخد كيماوي، جيب معجزه من العذراء، خرج من السرانيا صلوات. كان جيش كتير بيصلي له، نشكر ربنا. وهو عنده بنت عندها دلوقتي سنتين، اتولدت قبل العمليه بشهر باسبوع، وفي نفس الميعاد العمليه يا مس رانيا، يوم ما مونيكا اتولدت ابني الكبير معاه 4 ايام اتخطف عربيه شغاله عليها سوزوكي الركاب. قعد اسبوع 8 ايام مخطوف، والمخطوفين اللي خاطفين بقى يتفاوضوا مع ابني عماد العيان في التليفون. لو جيت معاك حد هنديلك انت واخوك.
ربنا وقتنا ولاد الصحاب احسن 10 احسن يعني تسافر وتفاوض مع الناس دي، دفع الفلوس ورجع ميلاد أب عمائي. كل ده بركة ربنا وصلاتي ودموعي، ربنا ما بيسيبنيش. أنا أرملة بقالي 22 سنة مصرانية، بعد ما وبرضه بشكر ربنا على اللي بيجيبهولي. أنا مش رانا ب 25 ألف 15 طفلني و10 علاج عماد ودكاترة وتحاليل سافرت فرنسا عشان يشوفوا الورم دوت جايله ايه، وكان عنده وهم عضلات والورم كان ورم سرطاني الدرجة التالتة، وهو دلوقتي بياخد كيماوي وإشعاع وعلاج علاج كتير لازم يمشي عليه 3 مرات في اليوم، مفيش دخل داخل يا مس راديو. فأنا عشمانة في ربنا إنكوا تقفوا معايا، تقفوا معايا يعني لو رحت التوك توك كده أسدد الديون دي، أعمل جمعية أسدد الديون وأصرف على البيت على عماد. عماد أنا دوت نور عيني يا مس رانيا، وزي ما العذراء طلعته بالسلامة تكمل له الشفاء، ومحتاجة صلواتكم. بس هو يعني مش هقدر يصور عشان نفسيته تعبانة جدا. ألف سلامة عليه يا ست عفاف، ألف سلامة عليه يا رب كده يقوم بس ألف سلامة مش منا في ربنا وفي وربنا ابتدى هو قادر إنه يكون بيكمل. إنك تقفي معايا في تقارير، في نفسي في حتة توك توك أخش جمعيات منه أشغله وأصرف على بيت عماد عشان ما يقص لحد، عشان ده مش شغال دلوقتي، ده مش قادر يشتغل خالص. استاذه مرنه مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك يا استاذ ممدوح. اخبار حضرتك؟ خصوصا طيبين كل سنه وانت طيب، كل سنه وكل حبايبنا طيبين. طبعا تقرير عماد ابنها زي ما احنا قاعدين الكاميرا هتبين دوت زي ما احنا شايفين كده مع بعض. مدام عفاف بتعاني من فيروس سي، بتعاني من سكر، بتعاني من فقرات، عامله عمليه في الفقرات، كل دوت عطلت دكاتره العظم يعرفوا اكتر مني في الموضوع دوت. مع ذلك كل ده مش فارق معاها قد ما فارق معاها ابنها اللي سالف 15000 جنيه عشان يجيب اخوه اللي كان مخطوف. فارق معاها ابنها ان يعمل مشروع من خلاله يقدر يقف على رجليه ويقف كمان يقدر يعيش اسرته. زي ما احنا شايفين مع بعضينا سكر، ضغط، فيروس سي، في علاجات كتير جدا. كمان في اخوهم برضو معاه بنت موجوده معانا، اخوهم اللي هو اتخطف دوت ورجع الحمد لله بالسلامه، معاهم بنت كمان معاقه احنا هنجيبها معانا على الكاميرا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ادي ايديها الاثنين مع حضرتك. زي ما حضرتك شايفه كده طفله محتاجه عمليات في ايديها. تمام يا استاذ ممدوح معايا؟ طيب لغايه لما نكون بنتواصل مره تانية مع الست عفاف ومراسلنا رجعوا معانا، اهلا وسهلا بيكم مره تانية. انا بس عايزه اعرف البنوته دي بنت ابنك، حفيدتك، حبيبتي ست عفاف. دي بنت ابنها. تمام. ابنها الثاني اللي هو اتخطف واستلفوا عشانه 15000 جنيه عشان يقدروا يرجعوه. طبعا هم مديهم 15000، غير كده ان عماد بيجيب علاج كتير، غير كده ان طبعا لان هو بياخد كيماوي وتحاليل، طبعا في اشعاعات كتير جدا، اشعاعات وتحاليل وكيماوي وادويه. ده قرير مختوم بختم وزارة الصحة. برضه زي ما احنا شايفين خدمة النسر اهو يا فندم. وادي التقرير باسم عماد صلاح.
معانا يا استاذ ممدوح. الو ايوه مدام رانيا. ايوه زي ما بقول لحضرتك كده حاله صعبه جدا. واضح. حاله صعبه جدا. الام بتعاني من اورام وعامله عمليه في كذا عمليه. طبعا الابن بيعاني برضو من مرض سرطاني. فزي ما حضرتك شايفه كده ومتابعين معانا علاجات كتير جدا. كل دوت مش فارق معاهم ان هم يجيبوا اي حاجه قد ما فارق معاهم ان يجيبوا توك توك من خلاله يقدروا يعملوا بيه مشروع. من خلاله يقدروا يعني يعيشوا منه، يسددوا ديون ويعيشوا منه. يعيش منه ويسددوا ديون اللي عليهم. يقدروا يجيبوا علاجهم. يعني هم حاجه كويسه قوي ان هم بيفكروا ان هم ازاي مش ياخدوا مثلا فلوس ويسددوا ويقفوا بعد كده. لا بالعكس، ده هم عايزين الصناره اللي صادوا بيها سمكه بالظبط. ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليها الوقت اللي فات، المشاريع الصغيره اللي ممكن يكون في ناس وحبايب لينا ممكن يكونوا بيقفوا جنب اسره زي كده فعلا تعبانه وحاسه، يعني حاسه دقيقه ماليه ودقيقه كمان مرضيه. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الاشاعات كتير، وزي ما برضه هوري حضرتك تاني التقرير الطبي اللي في خدمه النسر التقرير. طبعا اقول لحضرتك ان مدام عفاف معانا محتاجه اكتر، ان زي ما شايفين مع بعضنا كده يا فندم كده الكاميرا جايبه، ادي خدمه النسر وزاره الصحه، وادي الاسم عماد صلاح، ورم سرطاني العضلات زي ما احنا شايفين مع بعضنا. علاج كتير جدا بيجيبوه، تقارير طبيه كتير جدا، اشعاعات كتير جدا بشكل رهيب. يعني اقول لحضرتك اشعاعات كبيره جدا، يعني ده حاجه بسيطه قوي من اللي عندهم. ادي اشعاعات، يعني احنا هنطلع اشعه من ضمن الاشعاعات. ثاني وثالث ورابع. عايز اقول لحضرتك ان حاجه جميله قوي ان هم ما بيفكروش ازاي السد اللي عليهم، بيفكروا ازاي يدخلوا مصدر رزق ليهم ومن خلاله يقدروا يعيشوا السد اللي عليهم. زي ما قلت لحضرتك المشاريع الصغيره، وطبعا قناه الطريق وبرنامج ربون عم فرواد فكره واصحاب الفكره الجميله اللي ازاي مفيش سمكه اكلها، لا اديني صناره اصطاد من خلالها السمكه. طبعا انت مع حضرتك ايه؟ ودي قدامنا. ايوه ست عفاف، والبنوته الصغننه الجميله اللي قدامنا عندها اعاقه. زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا الكرام، البنوته عندها اعاقه. هي عملت عمليات يا ست عفاف ولا ما عملتش؟ ايوه عملت عمليتين في ايديها الاثنين، عدلنا الكفه. مش عايزه تعضم. وهو الدكتور اللي في الجيزه هشام عبد الغني اللي بيعمل عمليه دميانه دي، بس راحت العظام الاطفال دي ما فيش غيره في مصر. فانا محتاجه ايد ربنا ومحتاجه القلوب الرحيمه يا رب. وقف معايا يا رب يا رب تكون بنسمع. انا واثقه بربنا. انت واثقه بربنا وعندك ايمان. يا رب يا رب يا رب نكون فعلا حقيقيين. ماليش غير، انا عايشه بيه بفضله بنعمته عليا. واي بركه اي بركه هتوصل انا عارفه اللي هي هتكون بركه ليكي. اي بركه سواء ربنا بركة في البيت يا مستر. طبعا طبعا طبعا. دميانه دي دميانه دي سكرة حطت ايدها عليا تقول لي انت هتعملي عمليه يا تيتا. قلت لها عمليه ايه دميانه؟ كفاياني ده انا عامله ورم شايله رحم ومرتين ورم يجيني يا مستر رانيا، وعامله المراره وعامله عمليات في ايديا، وفجأة لقيت روحي تعبت فجأة وعملت إشاعات. قلت أشكرك يا رب، أشكرك على العملية الكبيرة الحلوة دي، وإيد ربنا ما بتسيبنيش، وأنا بشكر ربنا ونعمته وفضله عليا. بس أنا محتاجة صلوات جميعا لابني إن ربنا يشفيهولي ويطول عمره. يا رب يا رب. دنا دنا غالية، وزي ما سمعنا طلب السراني. اتفضلي اتفضلي يا ست عفاف. الاوضه ديت انا قاعده فيها، الاوضه دي
محتاجة حمام، أعمل حمام فيها، محتاجة حمام. جبت السباك قال لي تكلف 1200 جنيه. فرجك على الأوضة. يا ريت نلف مع كل مشاهدينا كده بالكاميرا وهنشوف الأوضة اللي عايشة فيها الست عفاف اللي محتاجة حمام فيها. زي ما اتكلمت وقالت، هي اتصلت وقالت للسباك عشان يكون بيعملها، قال هتكلف حوالي 1200 جنيه. لكن انا عارفه ان في 2200 لكن انا عارفه ان في ابطال معانا هيقدروا يعملوا الخدمه ديت. في ناس كتير قوي بيعرفوا في السباكه وفي المحاره وفي البنى. يا ريت، انا محتاجه، انا نفسي يا مستر، نفسي اعمل حمام في الاوضه دي عشان انا بكبر مش بصغر، ويعني برتاحش غير في فرشتي. زي ما حضراتكم رايحين دلوقتي معهم مع حضراتكم بالكاميرا في جوله سريعه عن الاوضه اللي عايشه فيها الست عفاف، وهي بتتكلم كده بتقول يعني انا تعبانه ومحتاجه حمام يكون في الاوضه بتاعتها، زي ما ربنا سدد احتياجات ناس كتير قوي 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 قبل كده، وربنا بعت لهم البركات وبعت لهم ناس فعلا تساعد وتبني حياتهم بالفرح والسلام. محتاجين كمان اليوم في الحلقه دي مع ست عفاف ان ربنا يكون بيبعت خير وبركه ليهم ومعونه من عنده. تقدروا تكونوا بتتصلوا بينا لو حابين تكونوا بتقدموا لها اي بركه، واحنا واثقين في رب المجد ان هو هيكون حقيقي بيدعم وبيرسل البركات على ايدين حضراتكم. انا رانيا معايا حضرتك؟ مع حضرتك، اتفضل يا استاذ. طبعا احنا معانا برضه، موجوده معانا زوجة استاذ عماد ابن مدام عفاف. طبعا هي مش عايزه تطلع برضه قدام الشاشه، طبعا عارفه نتكلم معاها ناس. نتكلم معاها. في ناس ما بتفهمش وما بيعتبروها انها بنتكلم النهارده في الرحمه بقى. طبعا هي هي معانا، هنسمع صوتها مع بعضينا. تمام. وهي برضه هتتكلم عن عماد اكتر بوضوح. اتفضلي. تمام، اتفضل. مساء النور، اهلا بيك يا حبيبتي، منورانا ببرنامج يا رب ارحم. انا مريم مرات عماد. اهلا بيك يا مريم. واحنا من شهر 11 لحد شهر 4 كنا بنحكي اشاعات. معلش علي صوتك شويه مريم بعد اذنك. احنا كنا من شهر 11 لحد شهر 4 كنا بنعاني، عملنا تحليل في فرنسا اللي هو ب 1000 جنيه عشان تحليل الورم، وعملنا تحليلات واشاعات وحاجات زي كده كتير كتير كتير، واستلفنا وكان معايا حاجات بعتها، وهو عملوا له ورم تحت الصدر حجمه يعني حوالي قد شبر ونص كده حجم الورم، فتحله زي القلب المفتوح كده. عملنا له قعد شهر في الرعايه. الصوت يا مريم معانا؟ ما فيش عمل وحاجات زي كده، كنا كنت اروح البيت واهلي اهله وكلنا كنا نروح نصرخ ونقول يا رب وكده، والحمد لله لحد لما طلع من الرعايه قعد شهر ونص في الرعايه، ونشكر ربنا الحمد لله يعني ان هو قام وخرج بالسلامه من الرعايه. بس بعد كده اخذ كيماوي كتير واشعاع كتير لدرجه كان بياخد 3 ايام في يعني كل يوم كيماوي، كان بياخد كيماوي كتير جدا في اليوم بيعدي 5 ازايز في الجلسه الواحده، كان بيعدي كل 3 ايام يعني 3 ايام ورا بعض كان بياخد الجلسات. بنتي عندها وهي معايا طفله كانت صغننه وعندها دلوقتي هي بيشيل بنته، نفسه ان هو يشيلها ما كانش بيقدر يشيلها، عنده وهم فصلت بس 4 مرات. معلش الخط بيروح ويجي معانا استاذ ممدوح، نحاول نكون بنظبط الصوت. كملي يا مريم، اتفضلي. هو عنده وهن عضلات حاليا بقى، وفصلوا له 4 فصلات بلازما 4 مرات، فصلوا له الدم الاصفر عشان كان في الغده اللي تحت الصدر غده سيموسيه بتاعه الاعصاب تهجم على الاعصاب بتموتها، ما كانش بيقدر ياكل، اجسام مضاده في الغده كانت بتفرز اجسام مضاده تهجم على الاعصاب بتموتها، ما كانش يقدر ياكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا حتى يطلع السلم،
كانت لحد زي البني ادم يعني عامل زي العربيه اللي بتشطب بنزين. كان اخر يوم العين تقفل والدور يقفل خالص خالص، ما كانش بيقدر ياكل ولا يشرب، وكان تعبان فوق ما تتخيلي. والحمد لله نشكر ربنا، واخد بياخد كيماوي وشعاع كتير كتير يعني، ربنا يتمجد ويكمل يا رب. امين يا حبيبتي. هو لسه مستمر على الكيماوي دلوقتي؟ بياخد، بنعمل اشعاعات مقطعيه دايما بالصبغه، برده بيبقى الورم لسه موجود، لان بعد العمليه الورم رجع تاني بحجم كبير. واو، يعني بعد ما بعد العمليه الورم رجع تاني. معانا يا مريم؟ بعد العمليه، فالحمد لله نشكر وربنا يكمل معانا يا رب. يا رب يا مريم يا رب. واحنا صلاة بعد ما عملنا العمليه وشالوا الورم رجع تاني مكان العمليه، رجع والورم رجع بقى جاي. زي ما سمعنا مع حضراتكم مكالمه مريم معانا بالصوت، وكلمت معانا وهنكمل معاها تاني وهتحكي لنا برضو يعني بعد ما الورم رجع هم الدكاترة قالوا ايه يا مريم. معايا مريم؟ طيب لغاية لما مريم هترجع معانا مرة تاني. لا يستحيل على الرب شيء ولا يعسر عليه اي شيء، هو صاحب المعجزات وهو اللي يقدر يكون بيعمل معجزة مع الأسرة دي النهاردة. مريم معايا؟ رجعت لنا تانية؟ بعد ما أخد كورس كماوي، أول كورس لي ما عملش أي نتيجة معايا، بل بالعكس عمل الورم رجع تاني بحجم تحت الصدر برضو تاني، بتحله زي القلب المفتوح كده. الورم رجع تاني، وبعد كده جي عند الغدة اللي في الرقبة، وبعد كده جه عند الرئه ناحيه الرئه اليمين والجزء اللي تحت. ومحتاجين ايد ربنا باسم يسوع. الرب يمد ايديه بالشفاء. الرب صالح. عندك ايمان يا مريم ان عادل هيخف؟ الحمد لله نشكر ربنا، ربنا حنين ما سبناش لحد اخر لحظه. حقيقي رب حنين، عايزين نسأل عنه في كل مكان ونقول حقيقي إلهنا حنين، ما بيسيبش ولاده، ما بيتركش ولاده. لا إحنا حنين جدا. ألف سلام عليه يا مريم، ألف سلام. ربنا يعوض تعبك يا رب. ربنا يخليك لينا يا مريم حبيبتي. وأنا بناشد مرة تانية مع حضراتكم، معاكم، مع كل الناس حبايبنا اللي بيشاهدونا عبر شاشات التلفزيون، اللي فعلا حابين يكونوا بيقدموا الرحمة للأسرة دي وحابين يقدموا المساعدة. الأسرة ظهرت قدام حضراتكم، الست عفاف ومدام مريم مدامة ابنها عادل، وقالت طلباتها وأحلامها قدام ربنا. تقدروا كده بالمحبة اللي جواكم تقدروا تكونوا بتساعدوا الأسرة دي؟ اتصلوا وقدموا اللي ربنا عايزكم تكونوا بتعملوه. احنا مش هنحدد اي شيء، لكن احنا عايزين ايدين ربنا تكون بتجري وتتحرك. اكيد اكيد هيحصل كده من خلالكم. ربنا بيحرك ولاده، ما كانش قال دحرجوا الحجر لما حب يكون بيقوم العازر ما بين الاموات. العازر مات ودفن ثلاث ايام، لكن طلب كده من الناس ومن التلاميذ دحرجوا الحجر. طب ما بقدرته الالهيه يقدر في ثواني يقول كن فيكون والحجر يتدحرج، لكن هو حابب يكون كل الناس بتشترك معايا، بتشترك معايا، تشتركوا معانا في البركه دي. نقدر نكون بنوصل لهم مره تانية، نقدر نكون بنقول لهم حقيقي ايد يسوع مفتوحه ليكم، تدخلوا كده في حضنه وتتمتعوا بالبركات العظيمة. نقدر نكون بنساعدهم ونفرحهم
ونرسم على وشوشهم الجميلة الابتسامة، وكمان بالذات إن العيد داخل موجودين معاهم. تقدروا تعملوا كده، اتصلوا بينا بقناة الطريق، هنكون بنوصل وهنكون بنفرح اخواتنا. عايزين كمان نكون بنقدم لهم الادويه والعلاجات. الست عفاف ذكرت وقالت ادويه كتير قوي بتاخدها. مره تاني بنخاطب كل الناس وكل الاحبه اللي عندهم صيدليات اللي موجودين في القاهره، تقدروا كده تكلمونا وتقولوا لنا ممكن تيجوا تاخدوا من عندنا الدواء اللي انتم محتاجينه. وما تقلقش، احنا ممكن نكون بندفع فيه، بس اللي ممكن على حضرتك لو انت حضرتك مش حابب تكون بتقدمه فري مجانا، مع ان دي البركة الحقيقية اللي هتكون جوه قلبك وموجودة كمان في الصيدلية بتاعتك، اللي انت تكون بتكرم اخوة الرب اللي محتاجين للأدوية والعلاجات. فربنا هيفتح لك ابواب كتيرة جدا، وهتلاقي خير بيعود عليك، دين يسوع مفتوحة ليك. لو انت مش حابب كده بس تعمل لنا ديسكاونت عشان نقدر نكون بنجيب العلاج والأدوية لأحبائنا المحتاجين. ولسجيما قالت الست عفاف ان هي بتاخد أنسولين. الأنسولين ده انا عارفة اللي هو مكلف جدا، وجبناه لكذا حالة قبل كده. عشان كده حط ايديك معانا وحط ايديك معانا بالبركة، الرب لا يستحيل عليه اي شيء، واي بركه هتيجي صدقوني هتبقى خير في حياه اخواتنا، هتبقى خير في حياتهم، لان هم محتاجين لمعونه ربنا يتمسكوا باي شيء يروح لهم. زي ما قالت اللي حابب يكون بيقدم لهم توك توك عشان يكونوا بيشتغلوا عليه ويسددوا ديونهم، يجيبوا العلاجات، يصرفوا ياكلوا ويشربوا ويعيشوا. وانا عارفه ان كل الاحبه اللي ربنا بيديهم المشاريع الصغيرة دي هم كمان بيكرموا ربنا، يعني هم كمان بيرجعوا تاني لبرنامج يا رب ارحم، مش بس علشان يطلبوا، لكن هيرجعوا تاني علشان يكونوا بيقدموا برنامج يا رب ارحم عشان يسعدوا ناس آخرين. يعني كلنا بنوصل حبنا لبعضنا البعض. لما ربنا بيفتح علينا ولما ربنا بيكرمنا نروح احنا كمان كارمين اخواتنا. فده اللي ربنا عايز يكون بيعمله. وصلة جميلة موجودة ببرنامج يا رب ارحم. مية بتجري من اول الماسورة اللي قلنا عليها قبل كده، وبتجري وبتشبع الناس اللي محتاجة، والماسورة دي بتجري تاني نفس الشيء علشان تكون بتحوط وبتكرم ناس اخرين. فالمية مش مركونة، المية بتجري، المية بتجري علشان تكون بتروي ناس كتير قوي. المروي هو أيضا يروى. هتروي ربنا الناس اللي محتاجة، ربنا هيكون بيرويك وبيديلك من فيض غناه. ربنا بيقولك كده، بص على اخواتك، لأن ربنا وصانا على إخواتنا الصغار. هو قال كده، أنتوا أطعمتموني، أنتوا شربتموني، أنتوا زرتوني. عشان لو أنتوا عملتوا كده مع إخواتي الصغار كأنكم فعلتم بي أيضا. ربنا عايزك تكون بتفتح إيديك بالبركة على إخواتك. أنا عارفة أن الناس كثيرة قوي مجهولة في العيد، وتقول خلاص إحنا يعني معناش خلاص صرفنا اللي قدامنا واللي جاء. لكن قبل ما تكون بتصرف، ليه ما وصيتش على حالات فعلا محتاجة لإيدين ربنا؟ ليه ما حطتش مبلغ تقول ده لإخوة الرب في العين؟ ليه ما حطتش؟ لكن في ناس عاملة كده صدقوني، في ناس حاطة قلوبها معانا وحاطة كل كيانها في خدمة الآخرين، في ناس كده. لكن أنا سامحوني لو ألوم الناس اللي ما فكرتش، بس فكرت في نفسها وذاتها وكيانها وولادها وكل ده. شيء جميل أنت تفكر في نفسك، لكن ما يوصلش اللي احنا ما نفكرش
في اخواتنا. يعني قبل ما نكون بنفكر في نفسنا نفكر في اخواتنا. كلوا شربوا لبسوا تعالجوا راحوا جم، احتياجاتهم ايه، احلامهم ايه، محتاجين ايه، كل ده محتاجين نكون بنفكر فيه. احنا مش عايشين لوحدنا، لكن ربنا وصلنا باخواتنا، ربنا عمل البرنامج ده مخصوص عشان خاطر اخواتنا. اي بركة بتيجي صدقوني صدقوني قد ايه بتفرح اخواتنا بتزيد احتياجاتهم، وبالذات احنا بنتكلم كمان لسيما الناس المرضى، المرضى المحتاجين. في ناس محتاجين عمليات بقلوفات بقلوفات. انا عايزة اقول لكم مش هنقدر نعمل كده لوحدنا، لكن الرؤية جوانا وعايزين نكون بنوصل ليهم. اطفال صغيرين محتاجين يعملوا عمليات، كبار في السن محتاجين يعملوا عمليات. في ناس بيجي لهم الاورام الصعبة الخبيثة زي ما حكت دلوقتي الست عفاف على ابنها والست مريم عن جوزها، ورم خبيث سرطان. قد ايه كم من اناس اتصابوا بهذا المرض، لكن ايد يسوع الشافية تقدر تكون بتشفي، وايدين حضراتكم تقدر تكون كمان بتساند في كل عملية بتتعمل. والكل انسان محتاج لعلاج لأدوية. في ناس اوقات كثيرة سامحوني لو اقول بيبقى حالتهم خطرة جدا، وربنا ما يسمح لأي حد يكون، لأن كل حد ليه رسالة قاعد برسالة، وكل واحد لكل شيء تحت السماء له وقت. لكن في ناس حقيقي بيبقى في مخاطر على حياتهم لو ما خدوش الأدوية دي، في بتبقى مخاطر. في ناس فعلا بجد بتنتقل علشان ما خدوش الأدوية دي. لغاية امتى هنكون قاعدين ساكتين ونقول يا ريت اللي جرى مكان، يا ريتنا كنا اسعفنا الناس دي؟ ربنا بيدق على باب قلبك وبيدق في بيتك دلوقتي من خلال شاشة قناة الطريق برنامج يا رب ارحم. هتقدر تكون بتفتح صدرك للرحمة، هتفتح قلبك لعمل الخير، ولا هتقفله وتسد ودانك وتقول يمكن غيري يعمل، يمكن غيري يتحرك؟ لكن ربنا عايزك انت تتحرك قبل غيرك، لان في سباق للبركه والخير في حياتنا. خليك المتسابق معانا، خليك متسابق، خليك مفتح عينك كويس قوي وسامع كويس جدا كل انين من اخواتك. ربنا يعلمنا كلنا نكون عطائين في حياتنا. من سالك فاعطيه، من أراد ثوبك اخلعه وادهوله، اقلعه باركه اكرمه. دي وصية ربنا لينا النهاردة، ودي كلمة ربنا لينا النهاردة. هو يقدر كمان يعين المجربين، لأنه هو اتجرب، هو عايش بألام وأحزان وضيقات في الأرض، وهو يقدر يكون بيعين كل إنسان في تجربة صعبة. بشكرك جدا حبيبتي أخت عفاف يعني لوجودك معانا النهاردة، ويا رب يا رب نكون بنسمع أخبار طيبة ونجيلك مرتين ونفرح قلبك يا رب يا رب. الناس ما يقولوش بقى دي ايام عيد وخلاص، وناس تتحرك حقيقي معانا بكل المقاييس لهدف واحد هو المجد المسيح، وازاي كلنا نكون حقيقي تحت خيط واحد، تحت اشاره واحده، وتحت اسم واحد هو اسم يسوع، متثقلين مع بعض، حابين بعض، بنكرم بعض عشان خاطر مجد المسيح يوصل ويعلى في كل مكان. بشكرك جدا يا ست عفاف لوجودك مره تاني، وقلب معاكي، ويا رب يا رب يعني نسمع كل شفاء حصل ليكي والعادل ودميانه
دميانة الطفلة الجميلة اللي شفناها مع حضراتكم من شوية، هي حفيدة الست عافية. يا مدام رانيا خلي لك أولادك، ربنا أنا بشكرك على البركة اللي حضرتك بعتها لي. ربنا يبارك بس يا رب يخليك. انتوا معانا كمان في العيد، انتوا كمان معانا في العيد، انتوا كمان معانا في شنطة العيد باسم المسيح اللي جاية، وهتكونوا معانا دايما حبيبة قلب، وانتوا فكرنا، ويا رب يا رب نسمع أخبار طيبة وجميلة ونقدر نكون بنوصل لحضراتكم مرة تانية. انتوا بتعنينا، انتوا بتعنينا. امين يا حبيبتي. حاضر حاضر، ويا رب يكون حد يكون بيتثقل كمان يعمل لك الحمام. عايزة مرة تانية أفكر حضراتكم، الست عفاف محتاجة حمام، وهي اتصلت بسباك قال لها 2200 جنيه الحمام هيتكلف. ممكن حضرتك لو تعرف السباكة، لو انت سباك، لو انت حابب تكون بتساعدها، من فضلك اتصل بينا، اتصل بينا في قناة الطريق، وهنكون كمان بنرجع للناس اللي اتصلوا بينا قبل كده لو حابين يكونوا بيساعدونا في العمل الجميل دوت، عشان يبقى سهل على الست عفاف يكون عندها في الأوضة حمام، ما هي مش قادرة تتحرك، فصعب عليها طبعا اللي هي تكون. وحبيبتي دميانة، حبيبتي دميانة هي بتتكلم. دميانة أحب أكون بسمع صوتها. بس هي مكسوفة. مكسوفة. ازيك يا دميانة؟ وانتي سنة طيبة. وانتي طيبة يا جميلة، كل سنة وانتي طيبة يا دميانة، واحنا بنحبك قوي 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 قوي، وفي عروسة جميلة قوي 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 هتجيلك في العيد، وفستان جميل يا دميانة. أنا عاوزة أروح المدرسة. انتي عايزة تروح المدرسة؟ حاضر حاضر. انتي عندك كام سنة يا دميانة؟ عاوزة؟ اه صدقيني هنجيلك ونجيب لك عروسة جميلة قوي. عاوزة أعمل عملية. عايزة تعملي عملية؟ حاضر حبيبة قلبي. يسوع واثقة إن يسوع يقدر يعملها لك؟ أمين يا حبيبتي. يا رب يسوع يشفيك. بابا يسوع يشفيك يا دميانة. أنا بحبك أوي، كل الناس بتحبك. تحب تقولي إيه لكل الناس اللي شايفاك دلوقتي يا دميانة؟ وأنا بحب. وأنا بحبك أوي. تحب تقولي كل حد إيه دلوقتي يا دميانة شايفك؟ عايزة تقولي لهم إيه؟ أنا عاوزة أعمل عملية. أمين يا حبيبتي. مع صوتك الجميل ده أكيد كل حد بيسمعك النهاردة ويكون حاطط قلبه معاكي يا دميانة، ونعمل لك العملية. أمين. أمين حبيبتي. بتحبي بابا يسوع قد إيه؟ أنا بحبك كتير. وهو كمان بيحبك قوي يا دميانة. استنينا مرة تانية يا دميانة عشان نجيب لك هدية العيد حبيبتي. كل سنة وانتي طيبة يا قمر، ويا رب يا رب أشوفك دكتورة قد الدنيا. وانتي طيبة، وأشوفك دكتورة قد الدنيا، وتدخلي المدرسة وتبقي متفوقة في الدراسة وتذاكري كويس. تمام؟ لا لا. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدًا. أيوة مدام راني. أهلًا بيكي يا ست عفاف مرة تاني. ربنا يخليها. ربنا يكفيكي شر المرض وتفرحي بأولادك يا رب. ربنا يخليكي. ويقويكي على خدمتك الجميلة اللي أنت بتخدميها يا رب. ربنا يخليكي لينا يا ست عفاف. والدعوة الجميلة دي يعني سلميني على الأستاذ سوزيف كتير، وربنا يقويه في خدمته يا رب. أنا بحب أتفرج عليه وعلى برنامجه. ربنا يخليكم لينا أنتوا كمان، وأنتوا أبطال معانا وحبايبنا، وربنا يفرحكم في الوقت الجاي أكتر وأكتر، ويسعدكم ويرسل معونة حقيقي من عنده، نقدر نكون بنزوركم مرة تانية يا ست عفاف. أنت يا رب يخليكي يا مدام دميانة، الطفلة الجميلة اللي بقول حقيقي من افواه الاطفال والرضع هو اسس حمدًا، عشان كده من فم البنوته الملاكه الصغننه دميانه وهي بتقول نفسي اعمل عمليه.
كم حد هيكون فعلا حاطط ايديه في ايدينا عشان نقدر نكون بنعمل عمليه للطفله بمينا، كم حد هيكون بيتصل بينا، كم حد هيفرح الاسره دي باحلامهم قدام ربنا وسيئاتهم. يا رب يخليك يا مدام رن، انا املي في ربنا طبعا وفيكي طبعا، انك انت ان ام ربنا مش هيسيبني، انك صحيح. ربنا يبعت الناس اللي تتبرع وتجيبي لي توك توك يا رب، وانا اشغله واسدد الديون واصرف على علاج عماد وعلى علاجي وامشي الدنيا. يا رب يا ست عفاف، وانا بخاطب مره ثانيه وبناشد مره ثانيه، لو حابين تتواصلوا مع ست عفاف علشان تساعدوها في التوك توك اعملوا كده واتصلوا بينا في قناة الطريق، هنكون بنوصلكم لبعض. في الحقيقة أنا بشكر كتير أستاذ عطية اللي حقيقي تواصل مع أسرتين يمكن طلعوا معانا برنامج يا رب ارحم الأسبوع اللي فات، وحد من خلال التليفون أستاذ طلعة تتكلم من سوهاج، وأستاذ ميلاد، أستاذ ميلاد تقريبا اللي كلمه على التليفون، وكان مراته اشرف، استاذ اشرف اللي رحنا له، وكانت مراته عامله عمليه عندها ورم في المخ، وبعد ما ولدت اكتشفوا هذا الورم، وحقيقي اتكلم معايا وقال لي مدام رانيا احنا طبعا عارفينه كويس قوي استاذ عطيه بمحبته الكبيره، وطلب حقيقي اللي هو يكون بيساعد. انا بشكر ربنا من اجل عطيه اللي وصلت لهم من خلالك يا استاذ عطيه، حقيقي اسم على مسمى استاذ عطيه فعلا عطاء، يعني خارج من جواك عطاء بالفعل. بشكرك جدا لمحبتك، انا عايزه ناس كمان تتكلم النهارده وتقول وتاخد البركه دي. وبشكر كمان مدام ساميه، لو انت سامعاني دلوقتي مدام ساميه، مدام ساميه لطفي من مدينه نصر اللي كلمتني على التليفون الخاص وقالت لي يا مدام رانيا انا عايزه حد يكون بيجي لي علشان عندها لبس لاخوه الرب في العيد من سن 3 سنين لسن 13 سنه. انا بشكرك جدا جدا لمحبتك ودعمك معانا ووقوفك جنب اخوه الرب في الملابس الجميله اللي عايزه تقدميها، ويكون لينا كمان معاكي لقاء قريب لما نكون بنوصل لك من خلال المراسلين. فانا بشكرك جدا عبر اسلاك التليفون وانا بتكلم عبر الهوا، اللي انا بقول لك حقيقي بشكرك جدا من اجل محبتك. وهي في الحقيقه لسه مكلماني قبل ما اجي على الحلقه على طول، وقالت لي وقلت لها باسمي صافا خلال اليوم او اتنين هنكون معاكي. وكمان بشكر كمان دكتوره نجوى ايضا من اسيوط اللي اتبرعت معانا برده وقدمت من محبتها وكلمتني برده شخصيا. بشكر كل الاحبه حقيقي. لو في اي استفسارات، لو في اي اسئله، لو عايزين تساعدوا في اي حاجه، بس خليك جاد. وانت بتساعد خليك جاد، وانت عايز تقدم خليك جاد في الكلمة اللي بتقولها. ربنا عايز فعلا أبطال، ناس جاديين في كل وعد بتقوله ربنا. أنا هساعد يبقى أنا هساعد، أنا هكرم يعني هكرم، أنا هقف جنب الأسرة دي يعني هقف، لن أتلاعب بأحد، لكن هيكون عينيا وقلبي وكل ما فيا لإخواتي وحبايبي. أنا بشكر كل الناس، بشكر مستر سمير عابد اللي دايما معانا بمحبته الغنيه، محبته حقيقي الفياضه. يمكن بتشاهدوني دلوقتي مش عايزه اكون بنسى حد، حقيقي انا بشكر كل الناس اللي فعلا حاطه ايديها في ايدينا وبنقدر نكون بنوصل لاخواتنا. تقدر بمحبتك توصل، تقدر بمعونه يسوع تقدر تكون بتوصل لاخواتك. اعمل كده، ارفع سماعة التليفون، لن تتكاسل، لن تتردد في عمل الخير والرحمة في برنامج يا رب ارحم. عندما تعطي فأنت اللي كسبان، عندما تقدم فالبركة هتعود ليك وهتعود على أسرتك بالخير والجود والرحمة. وخير ورحمة بقى يتبعانني كل أيام حياتي، خير ورحمة. أنت مش هتلاحق الخير اللي هيجيلك من يمين وشمال شرق وغرب، مش هتلاحق تقول كفى كفى يا رب كفاية، لأن اللي بيدي من قلبه حقيقي ربنا بيكرمه. بشكركم جدا لوجودكم معانا يا ست عفاف مرة تانية، انت ومريم وديميانا وألف سلامة عليكي. وعايز تقولي كلمة أخيرة في دقيقة واحدة لكل أحبائنا اللي بيسمعونا، تحبي تقولي لهم إيه؟
أحب أقول لك إن ربنا يقويك ويساعدك يا مس رانيا، يا مدام رانيا، وما تنسينيش ربي يخليكي، وصلي لي، صلي لي عشان أنا صليبي باخده بشكر، أنا بشكر ربنا. صلوا إن ربنا يشفي لي ابني ويطول لي في عمره يا رب. يا رب وتشوفي يخلي له بنته، وعنده بنت سنتين يا مس يا مدام رانيا. يا حبيبتي ربنا يخليك. ربنا يشفي كل مريض يا رب. يا رب. وانا واثقه بايد ربنا وبركته معايا، ما بتسيبنيش. وانا واثقه يا مس مدام رانيا فيكي وفي ربنا انك انت مش هتسيبيني، عشان ربنا عمره ما بيسيبني. امين يا حبيبتي. بشكرك يا مدام رانيا، ربنا يقويك ويسعدك لوجودك معانا حبيبتي، لوجودك معانا. ودايما يا رب نبقى كلنا خير لبعضينا وقوه لبعضينا وسند لبعضينا، زي ما الكتاب علمنا والمسيح نفسه علمنا. انا بشكرك جدا لوجودك معانا. احب اخد كلمه اخيره بقى من دميانا حبيبه قلبي. دميانا، دميانا تقولي ايه؟ تقولي ايه حبيبتي قبل ما نقول لك باي باي؟ شكرا يا حبيبه قلبي. الله عليك يا دميانا، الله عليك يا دميانا. احلى عروسه تروح لها يا استاذ ممدوح، واحلى لبس للعيد لدميانا. هنكون بنتكلم مع بعض. ربنا يخليك. ربنا يخليك احلى دعوه. وانا كمان يعني عايزه اكون برد الدعاوى الحلوه ديت والكلمات المشجعه الجميله لكل حبايبي واصدقائي وعائله برنامج يا رب ارحم في كل مكان، لكل حد حقيقي بيقدم دلوقتي. انا في الحقيقه بشكر ام مينا اللي قدمت 2000 جنيه، بشكرك جدا يا ام مينا. الرب يباركك يا حبيبتي، ودايما يا رب خير وبركه على حياتك يا رب، تعود يا رب اضعاف 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 البركات. عارفين الناس اللي بتقدم والاحبه اللي بيقدموا، عارفين هما بيقدموا ليه؟ عشان عارفين ان دي ده سر البركه. العطاء هو سر البركة. عارفين ومتأكدين اللي الناس اللي فعلا في منتهى الكرم وفي منتهى الحب هم دول اللي عارفين سر البركة فين. عايز تاخد بركة؟ وانت بتسمع الترنيمة اللي جاية هنعيدها مرة تانية، وهنكون بنسمعها في ذكرى آلام الرب يسوع. واحنا بنسمع الترنيمة دي عايز تعرف مصدر البركة منين؟ لما تدي، لما تدي، لما تدي. كم أسرة فرحت في الوقت اللي فات؟ كم أسرة حلمها تسدد في الوقت اللي فات؟ كم أسرة تبركت ببركات عظيمة من إلهنا يسوع في الوقت اللي فات؟ عايز تاخد بركة في حياتك؟ افتح إيديك بالعطاء والخير لحبايبك. تعالوا مع بعض ناخد ترنيمة مرة تاني ونسمع الترنيمة في الفاصل، وارجع لكم على طول. ذنبك ايه؟ انا الجاحد، انا الجاحد.
اشوفك مسلوب مكاني، كل نقطة دم سالك منك عشاني، كل ما افتح عين اشوفك مسلوب مكاني، كل نقطة دم سالك منك عشاني. رجعت لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا هذه الترنيمة الجميلة اللي حقيقي بجد بنقول يا رب شيل كل قساوة في قلوبنا وخلينا نرجع لك مرة تانية، شيل كل صنم في حياتنا إبليس حب يحطه في وقت من الأوقات وفي يوم من الأيام، شيله وحط مكانه قلوب حجرية لحمية تقدر تكون بتحس وتشعر بآلام الآخرين، شيل كل قلب حجرية اكسره وحط قلوب لحمية تحس وتشعر بمشاعر فياضة للآخرين. اطلب من رب المجد كده وهو هيكون بيساعدك ويديلك على حسب سؤال قلبك، هيكون بيغيرك تماما وناس بتتغير 180 درجة علشان عايزة مجد يسوع يظهر في حياتها بالفعل. تعالوا مع بعض نشوف حالة الطفل كورولوس مجدي. كورولوس مجدي في الحقيقة رحنا سجلنا معاه أول مرة، والتقرير اللي جاي دوت هو تقرير الحالة لتاني مرة، رحنا وباركناه ببركة، لكن هو محتاج عملية لابنه، وقال يا جماعة محتاج حقيقي ربنا تكون تنسكب ونقدر نكون بنعمل عملية للولد الصغير كورولوس. تعالوا نسمع هذا التقرير للمرة التانية، رحنا زورنا أستاذ مجدي وابنه الجميل كورولوس اللي محتاج عملية.
تعالوا مع بعض مع هذا التقرير وارجع لكم بسرعه بسرعه. مساء الخير عندنا مشاهدين قناه الطريق وبرنامج رب ارحم كده لازم. احنا النهارده موجودين عند اخونا مجدي ابو كرولوس. انا هفكر حضراتكم سريعا بالحاله. كرولوس طبعا زي ما احنا شايفين مع الكاميرا كان عنده نقص كالسيوم نقص اكسجين اتسبب في اعاقه في رجليه فدي محتاجه عمليه. طبعا اخونا مجدي احنا سجلنا معاه قبل كده شرحنا موقفه. احنا النهارده جينا نباركه في الزياره الثانيه وجينا نفهم برضو منه ان هو موضحش في التسجيل الاولاني العمليه تتكلف كام وهل هو محتاج علاج طبيعي او لا. اخويا مجدي اهلا بيك مره ثانيه على شاشه قناه الطريق. شكرا على الزياره الثانيه. شكرا اشكركم. حضرتك هو دلوقتي يعني هو محتاج عمليا يعني ثلاث عمليات في عمليه واحده. هو الدكتور وليد عبد الغني والدكتور محمود مهران اللي هم هيعملوا ايه؟ العمليه مع بعض. العمليه تتكلف كام؟ يعني في حدود 60,000. هل هو محتاج علاج طبيعي قبل العملية ولا بعد العملية؟ لا بعد العملية يقعد 3 شهور بعد العملية يعمل علاج طبيعي. يعني ممكن تخش لها مثلا في 80,000 جنيه وانا ما معيش اللي انا اعملها. دي برج قناة الطريق النهاردة مبعوثة لك مبعوثة لكرولوس النهاردة. ماشي شكرا. ده مبلغ بسيط ممكن من خلاله تجيب حاجة لكرولوس. ماشي شكرا. احنا النهاردة كلمة حابب تقولها النهاردة لمدام رانيا. يعني انا اقول لها مدام رانيا يعني اشكرك بس انا متعلق بيكي يعني بصراحه يعني انا ايه انا مش عارف اروح فين. يعني المره الثانيه بقول لك يا مدام رانيا شوفي لنا حل. احنا بصراحه متعلقين في اشياء كرولوس يعني انت شايفه اللي هو عايز يعمل ثلاث عمليات في عمليه. يعني انا شفت في مدام اتصلت بتقول لا ده على عايز مقويات والكلام ده علاج. لا هو محتاج ثلاث عمليات في عمليه. يعني محتاج عمليه اللي هي الحقن اللي هو بتاع النخاع ومحتاج عمليه تاني شد اوتار ومحتاج عمليه اللي هي بتاعت هيكسروا له عظمها من الورك من هنا من الفخده يحطها في المشط عشان رجليه الرجل دي تعدل لفوق. يعني هم عايزين يعدلوا المشط ده لفوق ثلاث عمليات وبعد كده يقعد ثلاث شهور في علاج طبيعي. طبعا احنا قدمنا في برنامج صبايا مدام رهام طبعا هم عشان خاطر اسمه كرولوس المره الثانيه هم مش عايزين يعملوها له. عندك ثقة ان ربنا هيتدخل النهارده؟ طبعا انا عندي ثقة عندي ثقة طبعا. لو لاش ما عنديش ثقة انا عندي ربنا يعني ربنا فوق كل اي حاجة. فعشان اسمه كرولوس مش عايزين نعملها له. قول لنا نعمل ايه؟ في بلدنا وحقه ضايع يعني طفل زي ده حقه ضايع. اعمل ايه انا دلوقتي؟ امين امين. يعني العملية احنا بنفكر برضه شوية مشاهدين العملية تتكلم حوالي 60,000 60,000 وثلاث شهور علاج طبيعي. ثلاث شهور علاج طبيعي. اللي هي تبع وليد عبد الغني الدكتور وليد عبد الغني هو مشكورا بصراحة يعني انا اشكره. هو صراحة وقف جنبي يعني وهو اللي حولني لمركز صبايا. يعني قال العمليات دي نادرة جدا محدش بيعملها. فهو دلوقتي مدام رهام هي مش سائلة فينا بقالنا 9 شهور مقدمين الورق ولا في أي حاجة. كل ما اتصل الورق متدبس ومحطوط في الدرج. لا احنا بقى مدام رانيا عندنا جات لك زيارة ودي الزيارة التانية وعندنا أنا أشكرها أنا أشكرها أشكرها وعشمي في ربنا كبير وفيها. يعني بقول لها مدام رانيا يعني ربنا كبير ويمد إيده. والبركه فيك انت. امين امين يا اخ مجدي وربنا امين وعادل وانا عندي ثقه في المسيح. وصدقني انا مش محتاج حاجه انا مش محتاج محتاج العمليه لكرولوس بس انا محتاج العمليه. بقول يعني مش عارف اقول ايه انا مش عارف اقول ايه بصراحه. انا هو شعورك قاعد بيوصل لنا وانا واثق ان المسيح هيتدخل قريب. صدقني يا استاذ ممدوح اخر اشاعه عملها انا كنت بعيط عليه. يعني عامل 18 ابره اللي هي بتاعت الكهرباء دي الابرة 10 سنتي 9 ابر هنا و9 ابر هنا بيدخلوها له في قلب رجليه ويطلعوها تاني عشان يقيسوا الكهرباء بتاعت الاعصاب. يعني انا كنت واقف بعيط عليه ويقول لي حشني يا بابا حشني يا بابا. طب اعمل ايه يعني ارجوك يعني احنا عايزين حل احنا عايزين حل. يعني طفل زي ده السنه الجايه هيروح المدرسه المفروض السنه دي هو كده يعتبر داخل في الست سنين اهو يعمل ايه؟ يعني ده هيفضل طول عمره عاجز كده ولا في بلدنا حقنا ضايع؟ يعني في بلدنا حقنا ضايع نعمل ايه؟ طب تاني نمشي يعني نسيب البلد؟ لو هنسيب البلد ماشي ونمشي. لو نسيب البلد عشان حق عيل زي دوت يضيع انا مستعد اسيبها وامشي ما دام حقي مهدور فيها. أمين. مش عايزها. لا امين ربنا يدبر وربنا يتدخل. ربنا كبير ربنا كبير. ورجعنا لكم مره تاني بعد ما شفنا حكايه استاذ مجدي حكايه ابنه كرولوس.
اللي محتاجة عملية. يمكن ناس كتير قوي تقول يا المبلغ كبير قوي، طب منين هيقدر يكون بيجيب المبلغ ده؟ منين هيقدر يكون بيعمل العملية؟ لكن أنا عايزة أقول في ناس مقتدرة حقيقية تقدر تكون بتساعد وتقدم، وأنا بناشد حضراتكم دلوقتي من خلال الشاشة دي. هو بيقول أستاذ مجدي كلامه متعلق بأشياء، عايزة أقول لك يا أستاذ مجدي تعلق بربنا قوي. هو من كل من الضيقة اللي هو عايش فيها، والطفل بقى له 6 سنين مش قادر يكون بيمشي، طب كنتوا عايزينه يعمل ايه؟ اكيد اكيد متضايق مخنوق. بناشد مرة تانية اللي حابب يكون بيتقابل مع أستاذ مجدي شخصيا ويكون بيودي الطفل لدكتور عظام يقدر يشوف حالته ويقدر يكون بيعمله العملية، اتواصل معانا، اطلب تكلمني كمان شخصيا هكون بديلك على طول نمرة أستاذ مجدي وتتواصل معايا. من فضلكم عايزين ناس تتحرك بجد، أطفال، أطفال ممكن تكون بتضيع مننا وبتكبر ومحد سائل فيها. طفل 6 سنين مش قادر يكون بيمشي على رجله، مش قادر، لكن بالمحبة العظيمة، ومرة تانية أقول الأقباط اللي عايزين كلنا أكتفنا على أكتاف بعض وحبنا لبعض يزيد مش يقل، وانتمائنا لبعض يكون انتماء حقيقي. هو ده اللي ربنا عايزه، نكون في ظل بعض. أنا مش قادر أعمل حاجة وغيري يقدر يكون بيعملها معايا، ليه لأ يعملها ويقدمها؟ أنا مش قادر أتحرك لمكان وغيري يقدر يكون بيتحرك، كلنا نسند بعض. ده اللي أنا عايزة أقوله، إحنا مختلفين، إحنا اللقبات مختلفين. ودايما أقول مش هتسيب البلد يا أستاذ مجدي، ربنا هيبعت ملايكة. يا رب يا رب، أنا بصلي دلوقتي في الحلقة أن ربنا يبعت ملايكة حقيقي يساعدوك ويقووك، وخلي عندك أمل وثقة في المسيح حتى لو طال الوقت باسم المسيح. كرولوس هيتشفي، يسوع هيمد إيديه على كرولوس حتى بدون بشر، بدون إجراء عمليات. خلي عينيك على رب المجد. زي ما قلت يمكن الناس تقول يا ده مبلغ كبير قوي مش قادرين نكون بنساعد فيه. أنا شخصيا حبيت أكون بسأل أستاذ مجدي هل هو يقدر نكون بنعمل له علاج طبيعي، لأن أنا أعرف أخصائيين علاج طبيعي فممكن نكون بنتجه ليه. لكن هو قال العلاج الطبيعي بعد العملية، يعني لازم يتعمل له عملية فرس. طب مين هيكون بيحط حتى البذرة اللي عايز يكون بيحطها مع أستاذ مجدي؟ أنا بناشدكم باسم المسيح، بناشدكم في رب المجد، وإحنا متألمين لآلام الآخرين زي ما المسيح اتألم من أجلنا. اتصل بينا، عايز تتواصل مع أستاذ مجدي دايركت مباشر، اتصل بينا حتى طيب خاطره، طيب قلبه، تقف معاه وتسنده. أيها الرجال أبطال المسيح في كل مكان، أستاذ مجدي عنده حق عليك. كل حد يشاهدنا، كل حد من الحلقة دي ليه حق عليك. قلت لكم احنا لوحدينا مش هنقدر، لكن يا رب الرؤية اللي جوانا توصل لكم بنفس الهدف ونفس الإحساس ونفس الحب ونفس المشاعر الفياضة تكون بتوصل لكم. ده اللي احنا عايزين نكون بنوصله لحضراتكم. أرجوكم لو على قلبك تعمل حاجة مع أستاذ مجد اتصل بس بينا على تليفون، هنكون بنوصلك بيه. بس خليك جد في كلامك وتقول أنا فعلا هكون ملتزم وأكون بعمل. يا رب يا رب تجينا
أخبار حلوة نقدر نكون بنسنده في الوقت الجاي. وبكلم كمان كل الأطباء، طبيب العظام في كل مكان في القاهرة، لو عندك استعداد وانت بتتفرج دلوقتي على البرنامج وقادر تكون بتوصل المحبة اللي جواك لأستاذ مجد، اتصل بينا هنكون بنوصل لك كرولوس لغاية عندك في العيادة. ما تحملش أي هم، هنكون احنا ملتزمين بكل شيء نكون بنوصله لك. بس كلمونا كل الأطباء، أنا عايزة أطباء حقيقي يتحركوا معانا في البرنامج. احنا هنودي لكم الحالات فعلا المستعصية، يعني الحالات الخطيرة اللي لازم نروح بيها الإمرجنسي، ويمكن احنا هنكون بنكلمكم قبلها وبنقول لكم على الحالة قبل ما تكونوا بتقابلوهم. خليكم متواصلين معايا دايركت حتى عشان نقدر نكون بنتواصل مع بعضينا لو حابين تعملوا كده في برنامج رب ارحم. انا عارفة دكاترة كتير جدا 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 بيشاهدونا، انا عارفة ومتأكدة من كده. احب اسمع تليفونات، احب اسمع كل حد حقيقي بيقدم. انا بشكر كل حد زرع في شنطة العيد دلوقتي، بشكر كل حد حط بذرة معانا زي ما قلنا عشان نروح نزور اخواتنا في العيد ونفرحهم بايدين يسوع الحلوة. معانا تليفون قناة الطريق، رب ارحم. الو. ايوه وجدي معاك. اهلا بيك يا استاذ وجدي. ما انا اللي انت رنيت عليا دلوقتي. اتفضل يا استاذ وجدي، حضرتك حاولت تكلمنا معاك مدام رانيا على الهواء، اتفضل. طيب عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذ وجدي، اتفضل. كل سنه وانت طيب. وانت طيب كل سنه يا رب ويخليكوا لينا استاذ وجدي، كل سنه وانتم طيبين. اتفضل. بس انا عايزه بس ثلاث اقاضي اسجليني. معلش يا استاذ وجدي انا اسفه جدا، بس وطي التلفزيون. انا صدقني بس معايا ظروف صعبه اليومين دول. طب وقت التلفزيون واسمعنا بس من التليفون يا استاذ وجدي بعد اذنك، انت حاولت تكلمنا كتير انا عارف. معايا ظروف صعبه صدقيني، معايا بنتي عندها شب في الجلد. اه تمام يا استاذ وجدي، وقت التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان نقدر نكون بنوصل كلامك للمشاهدين. انا كنت راجل، كنت ثواب الاول وقعدت 15 سنه بسوق. معايا رفيع دواني، بتجيني جلطات وبقعد يعني ما بشتغلش، جلطات في رجلي بتجيني وببقى قاعد. فانا ببطل شغل السواقه ده، ساعات بطلع بجيب شغل ملابس بتاع، بطلع كده اجيب من هنا شويه من هنا شويه. فانا قاعد هنا ليا كذا سنه في بيت اخوالي برضه. بس يعني انا عايز حد يساعدني، كان معايا حته موتوسيكل بعته وجبت بيه شويه شغل. وانا صدقيني انا ما لاقيش حد يجيب لي بضاعه ولا حاجه، الوقت يتزنق عليا ومعايا اربع بنات ما فيش غيرهم صدقوني. يعني انا عايز حد يساعدني ويقف معايا، وعندها سب في القلب مدنة. ثقب في القلب. طب حاولت تكون بتوديها للدكتور؟ انا يعني صدقيني حد يقف معايا ويساعدني ويجي يزورني، بس يشوف بعيني ويجي يشوف. استاذ وجدي يجي يساعدني بس ويجي يشوف بعينه. حضرتك من محافظه ايه يا استاذ وجدي عشان نكون برضو بنقول للمشاهدين اللي حابب يكون شمال ويمين؟ وحتى اللبن مش لاقي له صدقيني، بجيب له لبن بقري من عندنا، من قلة الأكل بتاعها بيجي عندها كركبة كده في بطنها، بتجينا نزلات وما لاقينش لبن. أستاذ وجدي أنت بتكلمنا منين يا عم وجدي؟ أيوه أديني معاك أهو. يعني أنت بتكلمنا من أنهي محافظة؟ لسه حبيبي يزورني ويشوف برضه بيانه، حتى العيال والله ما لقيت أكسيهم على العيد بأمانة يعني، والظروف صعبة الأيام دي أديك شايفة. نعم. انت عندك قول لي كده يعني اربع بنات انت قلت لي صح؟ قرية النخيلة، مركز ابو تيل، قرية النخيلة، محافظة اسيوط. محافظة اسيوط.
تمام، هنكون بنزورك قريب يا عم واجدي. يا ريت انا حد يجي تعيش تصدقيني وشوف بعينك. حاضر حاضر. انا ليا 30 سنه هنا في بيت اخوالي ومعي شهاده، اشتريت حته، بس انا عايز حد يساهم معايا في بقيها برضه ويشوف يعني. حاضر حاضر يا استاذ واجدي، هنكون نعم. هنكون بنجيلك قريب يا عم واجدي. كده كده احنا رايحين اسيوط كمان علشان في بعض الحالات معانا، ويكون حضرتك معانا. طيب انت عملت ايه؟ هل رحت علشان بنتك مادونا اللي بتقول عندها ثقب في القلب، هل تابعت مع دكتور ولا الدكتور قال لك ايه؟ محتاجه عمليه؟ اديكم معانا وربنا يقف معانا، بس نفسي في حته التروسيكل، كنت بجيب الموتوسيكل بضاعه وبطلع من هنا وهنا لسه. سامعني يا عم وجدي، بقول لك عملت ايه؟ طبعا يعني انت بتطلب موتوسيكل، موتوسايكل صدقونا دينا معايا، كان معايا اخر حاجه جبت بيها بضاعه وخلصت صدقوني، بس بساعدني. كنت بحط التروسيكل معايا ونفسي اجيب بيها بضاعه، بس نفسي حد يقف معانا ويساعدنا. أنا معايا أربع بنات، أنا حتى صدقيني ما كسيتهم لحد الآن. لا باسم يسوع ربنا يكون بيقويك ويبعت لك يا رب، ونكون بنزورك بنزورك قريب. أنا أول مرة أتكلم في التليفون، ما أعرفش أنا صدقيني ما غير أما تكلموا. هو الرب هو الرب يعني. أنا بشكرك لاتصالك. أنا في التلفزيونات صدقوني ولا احنا حاسين بيك يا عم وجدي، وحاسين بظروفك. يا رب يا رب كمان يعني يحصل شفاء لبنتك مادونا. هو ربنا موجود صدقني، انا لسه جاي من كنيسه مريمين بطلع صدقيني ترد عليا. بشكر ربنا بقى اللي احنا قدرنا نكون بنرد مريمين من الطبقه بنرد عليه علي مره. يا رب يا رب، وربنا حقق لك طلبك لانك صليت ودعيت، وباسم يسوع نكون بنزورك يا عم واجدي. بس قول لي انت من اسيوط علشان برضو. علشان يا عم واجدي كل في مشاهدين كتير قوي بيشوفوك دلوقتي بيسمعوك، انا اسفه بيسمعوك. الوالد عندها القلب صدقيني. الف سلام عليها. في مشاهد من نخيله. تمام، في مشاهدين بيسمعوك دلوقتي يا عم واجدي من اسيوط، انا اتمنى يعني اللي حابب يكون بيساعد عم واجدي ويروح يشوف ويتقابل معايا على الطبيعه ووجهه ترد عليا. شوف ربنا بقى، ربنا استجاب ليك، ربنا استجاب ليك عشان انت قلبك، عشان انت قلبك طيب وقلبك كويس، فربنا يعني مريمينا كل ليا ثلاثة اسابيع عشان ربنا هو اللي ربنا اللي بيرد. دايما اقول على كل حط عندك، والدي طلع من 10 سنين كان راجل عاجز في دراعه وما قبضناش المعاش اهو ربنا رد عليك اهوت وكلمتنا وهنكون بنزورك يا عم واجدي. وليكم يا رب، انا نفسي صلي معايا، انا ليا انا مجاهد، جاهدت وخدت حته طرد بره عشان هنا انا عايش ليا، البيت هيبقى علينا يعني، مش ربنا موجود. نفسي حد يساعدنا، عايزين حد معاي. بس عايزين حد فعلا بجد من كل حبايبنا اللي في اسيوط يروح بسرعه بسرعه حتى يسبقنا علشان يقدر يكون بيزور عم واجدي. يزور عم واجدي يعني لو عايزين اوريها لكم صدقوني اوريها لكم. ربنا يخليك يا عم واجدي، انت انسان بركه، انت بركه يا عم واجدي. انت كلمتنا وبتقول أنا كنت حتى معيش ما انت ما انت يعني. طب اسمعني اسمعني يا عم واجدي، اسمعني يا عم واجدي، انت اتصلت بينا وطلبنا بركه من هنا برضو، طلبنا من هنا بركه ولسه دينا نشوفه يقفوا معانا يا رب. يا رب ليه لا، الرب موجود يقدر يبعت لك بركات مش بركه واحده. ايوه عم واجدي انت من اسيوط، واحنا دلوقتي كمان بنخاطب كل الناس اللي معاك في اسيوط وبنقول لهم يا رب يا رب يا رب يخليك يا رب يا رب
يعني اتصلوا بينا وعايزين يتواصلوا. كدهينا معايا اربع بنات ما لقيتش، انا لسه جاي من مصر وما لقيت اخوالي يعني ولاد بيا وديه، ما حدش يساعد يعني. طيب قول لي اخواتي ما حدش يساعد بحاجه. طب قول لي سنهم ايه يا عم وجدي؟ عم وجدي عم وجدي سامعني؟ سامعني؟ قول لي سن بناتك قد ايه؟ قول لي سنهم قد ايه؟ انا عندي مريم سنه اولى. اولى ايه؟ وعندي ميرنا كي جي 2 ومارتينا كي جي 1 هتروح السنه الجايه ومادونا اللي عندها صب في القلب. يا حبايبي دول صغننين صغننين يا عم وجد. ايوه اربع صدقين ما تعيطش. طب ما تعيطش. طب ما تعيطش. انت هتخليني اعيط معاك ولا ايه؟ ما تخليش ابكي. انا عم وجدي عندك ايمان في يسوع؟ لا تقول الرب في العبد في التفكير والرب في التدبير. ربنا موجود يا عم وجدي. طيب اللي انت جاي من مصر صدقيني، قلت يمكن اروح اخلي ولاد خالتي يساعدوني ولا حاجه، حد الشدي يساعد بحاجه. طيب عم وجدي ممكن تسيب لنا بس عشان يعني انا جات صدقيني، انا عايزه حتى يا ريت حد يساب لنا. طيب. حاجه ولا ما ده بتكيد ابوهم مثل ده واثق في المسيح. طيب عم وجدي علشان نبقى اسرع واسرع ليك، عشان احنا طبعا في القاهره فلغايه لما نكون بنروح اسيوط فممكن ناخد وقت. انا عايزه عايزك تروح بسرعه، عايزك تروح بسرعه يا عم وجدي، عايزك ترجع بسرعه مع الكنترول روم وتديهم بس البوسطه اللي جنبك، يعني عنوان ايه البوسطه اللي جنبك، عشان عايزين نبعت لك بركه، عايزين نبعت لك حويله قبل ما نعيد. فين البوسطه؟ لا انت تديهم اسم البوسطه اللي جنبك. بوسطه النخيله اللي عندنا ما فيش غيرها. بوسطه النخيله. تمام حلوه قوي. ماشي يا عم وجدي، معانا الرقم بتاعك، هنكون متواصلين، هنبعت لك حويله يا عم وجدي عشان تعيد انت والبنات الحلوين وتجيب لهم احلى حاجه. ماشي؟ تجيب لهم لبس وتجيب لهم اكل حلو. ماشي صدقيني، كان نفسي اروح اخد حتى سلفه من ولاد خالتي صدقيني ومن ولد خالي، قلت عشان اروح اجيب بضاعه، انا مولف اروح اجيب من المحل، كنت صدقيني كنت بروح اجيب معايا من المحل شغل، وكنت بجاهد من هنا ومن هنا وباخد من هنا وباخد من هنا وبروح اجيب، يعني ما بخليش عليا قرش بره. طيب بس احنا هنكون بنبعت لك، احنا هنكون بنبعت لك شنطه العيد عن طريق البوسطه. نفسي تمام؟ كمان عايز اجيب بضاعه ارجع اعرف على رجال تاني. يا رب يا عم وجدي حد يتصل بينا، حد يتصل بينا دلوقتي. الراجل لسه كان مودي السيك بتاع الارض دي 15000 جنيه، معلش فكان هيشتكيني، قلت له استنوني بس سنه ربنا اشتغل واجيب اللي انت عايزينه. دخلت ناس راحت يعني وقفت الحل، قالوا له خلاص هيشتغلوا ويسد لكم، بس نفسي ساعدني اقف على رجلي تاني واجيب بضاعه واكل عيش واسد كل شهر بحاجه للراجل ده اللي وسع في الارض. امين يا رب يبعت ملايكه. انا عشان اجيب بضاعه ربنا اجيب المستك اللي كنت بعته عشان خدت كملت حته البيت، بس لسه ما كملتش. انا بجاهد عشان انا اكثر بناتي، انا هم كل كوم بناتي بس. ربنا يكرمك رب يا عم وجدي. امين ربنا يخليك. دي عرفتني كل حاجه صدقيني، عرفتني اللي صح فعلا الادب. ممكن انا بتعلم برضه ان ما حدش بلقاها حد بيقف معايا، ونفسي حد يجي يشوف بعينه انا بحكي له كل حاجه. ربنا موجود يا عم وجدي، يبعت لك ملايكه يا رب. موجود صدقيني بامانه مستر رانيا، وخليكي ويحافظ عليك والمسيح يرعاك يا رب. يا رب خليكي للغلابه يا رب. يا رب وانت اولادك وجوزك يا رب. يا رب وربنا يبعد عنك الشيطان يا رب. يا رب يا رب بشكرك جدا على الدعوه. ست العذراء هي بس تبعت لنا، والله صدقيني انا بلف على اللبن ما هادينا. ربنا هيبعت ان شاء الله يا رب. ربنا هيبعت. تمام.
هنكون بنكلمك. كفايه الدعوه والصلوه الحلوه دي. بشكرك جدا يا عم والدي. انا بس اهم حاجه وقف عيالي وقف على رجليا، بس اقف على رجليا. انا ليا 15 سنه يعني كنت راجل سواق. بص بص، البركه اللي هتجي لك تروح تجيب بيها لبس للبنات الحلوين، وتجيب بيها اكل، ونخلينا مع بعض كده ستيب باي ستيب يعني. يا رب يعني ادعي لك صدقيني. ربنا يخليك. حط اسمي دايما في عرش النعمه وعلى المذبح. حط اسمنا دايما في برنامج يا رب ارحم. ما ربنا يكرمك عشان انت تكرمه. ما ربنا يكرمك عشان انت تكرمه. انا طلبت بابا كرولس وانا عند اختي في الغابه. طلبت بابا كرولس امبارح صدقيني، وقلت له يا بابا كرولس اقف معايا. ربنا بيبعت، ربنا بيبعت ملائكه عشان اسد ديون. بس هتدي عليا 13,000 من هنا و15 من هنا. ربنا موجود يعني. بس هتدي، انا بسد يعني حلو، وبشتغل حلو، ومعايا يعني برضه زباين حلوه في طمه، شغل كله في طمه، بسرح بس كان اللي بيساعدني حته الموتوسيكل اللي محمل على باللي هي عشان رجليا عند الدوالي في الساقين، ورمى كد كده ورجليا بتورم صدقيني من اللف على رجليا. امين ربنا. وانا اوريك رجليا صدقيني. ربنا يباركك، وهنيجي برضه نزورك قريب. بس في المستكل صدقيني. يا رب يخليك. انا نفسي بس اقف على رجليا ثاني. ربنا موجود يا عم. انا بحب اشتغل وشغلتي. انا ما بقولش لحد لا صدقيني. انا عارفه ومتاكده. اي حد بيقول لك حاجه بشكرك بعينيا. امين ربنا يباركك، فربنا هيكرمك عشان انت كمان هتكرم ناس تانية باسم المسيح، وهيفيد عليك بالبركات والخير عشان تكرم ناس تانية محتاجه. فاحنا يعني نصب على بعض، نرمي الحب على بعض، الخير على بعض، ملناش غير بعض، صدقوني ملناش غير بعض. يا أباط كلنا بنشتغل في حقل ربنا، كلنا بنساعد بعض، حقيقي ملناش غير بعض. طيب بنشكرك مرة تانية عن وجدي من أجل وصولك لينا وتواصلنا معاك، وأنا بشكرك قوي قوي لأنك أنت صليت وفعلا ربنا خليك فعلا أتاح الفرصة اللي تكون بتكلمنا، ودي صلوات فعلا قديسين زي ما الكتاب بيقول. حقيقي إزاي نكون بنكرم إخواتنا إن هم فعلا قديسين. الراجل عم وجدي اللي اتكلم في منتهى البساطة، في منتهى يعني ما خباش حاجة، قال في منتهى البساطة، في منتهى الحب، كل حاجة جواه وهم عايشين ازاي، ومن القلب للقلب. ما يعني لما 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 الإنسان بيسمع من قلبه بيطلع الكلمة من قلبه، والشخص تاني بيسمع بقلبه، يبقى خلاص كده اتكتفنا مع بعض، وصلنا للنقطة العظيمة اللي عايزين نكون بنوصلها في برنامج يا رب ارحم، نقطة عطاء وحب ورحمة، هو ده هدف البرنامج. طيب تعالوا بسرعة نجري مع بعضينا عشان نفرح تاني، وبذكركم مرة تاني بشنطة العيد. يمكن أنا قلت أنا مش عايزة في الحلقة النهارده غير لما اكمل حتى 200 اسره نكون بنزورهم بشنطه العيد. عايزه ناس تتجاوب، ناس تفرح بعمل المسيح في العيد، ناس تقول انا عايزه اكون بعمل كذا، عايزه اروح بنفسي اشتري كذا، عايزه احط مبلغ كذا، عايزه اكرم ربنا بمبلغ كذا. لو انت حابب هنا وعايز تكون بسرعه بسرعه عشان الوقت ما يروحش مننا، وتكون بتتصل بينا او تبعت شيك وتكتب عليه كده شنطة العيد، شنطة العيد لإخوة الرب، للناس اللي محتاجة، عشان بسرعة نكون بنتصل بيهم ونتواصل معاهم، نجيب لهم التزاماتهم بالفرحة العظيمة وهدايا العيد الجميلة. اعمل كده وما تترددش، هتاخد بركات عظيمة قوي من رب المجد. يمكن ما تفتكرش في يوم من الأيام اللي ممكن يكون باب بيتفتح ليك، باب مقفول قدامك ونفسه قوي نفسك يتفتح، باب شغل، باب بركة تتفتح ليك،
افتح ايديك بالبركه هتعود عليك بالبركه، لانه يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. فالرب عارف كيان الانسان وعارف بما يدور حوله فكره الانسان. فانت لو بتفكر في الخير ربنا هيديلك الخير، لو بتفكر في الرحمه ربنا هيرحمك. استحالة حد ما يرحمش حد وربنا ما يطلش عليه، استحالة يسيبه زي ما الكتاب علمنا وفهمنا. تعالوا بسرعة نجري ونشوف حكاية عم غالي وللزيارة التانية. طلع معانا الأسبوع اللي فات وطلب هو وزوجته الغالية. زوجته ما بتقدرش تكون بتحرك إيديها، كانت محتاجين جهاز علاج طبيعي. وذكر وقال بنته ماريانا انا اتذكر ماريانا او دميانا، كان معاها 3000 جنيه علشان تعالج مامتها، فادتهم لها، مع ان 3000 جنيه دي كانت لجهازها لانها تتجوز بعد العيد. لكن ربنا سمح ان احنا نكون بنزورهم مره تاني ونجيب لهم جهاز العلاج الطبيعي، علشان بدل ما يروح للدكتور علاج الطبيعي وكل مره بيدفعوا فيها 80 جنيه بيبقى اسهل بكثير قوي لما نكون بنجيب جهاز هم يستخدموه بيتهم. وذكر وقال لما المدام تتحسن وتبقى كويسه هنكون بنديل ناس تانيه محتاجه. ده اسمه دافع الحب. من اين تقدم؟ متى تقدم؟ ولمن تقدم؟ دافع الحب ازاي نكون بالمحبة اللي ربنا اداها لنا نقدر نكون كمان بعد ما نخف وحياتنا تتصلح كمان نكون بنقدمها للآخرين يتباركوا بيها. تعالوا مع بعض مع التقرير اللي جاي مع عم غالي، وارجع لكم مع الفرحة الكبيرة قوي قبل العيد والزيارة التانية مع عم غالي. أنا مشاهدي قناة التغذية برنامج رب ارحم كلي ليسون، احنا النهارده موجودين مع عم غالي. أنا أفكر حضراتكم سريعا دي الزيارة التانية على عم غالي. عم غالي كان مراته بتعاني من غلطات وكان طالب جهاز علاج طبيعي. طبعا زي ما احنا شايفين احنا نزلنا معاه نجيب له الجهاز. طبعا الأستاذ الفني اللي موجود في داخل المحل اللي احنا بنشتري منه الجهاز بيفهم عم غالي زي ما احنا شايفين ازاي استخدام الجهاز. مش في زبيب، حط له ميه ولا جيل، هات لي انبوبه جيل من فوق. جيل. طبعا حضرتك بتشرح له الجهاز ده ازاي بنستخدمه. تمام. الجيل اللي احنا جايبينه في الكراتين. ايوه جيل. نفس نظام ده جهاز اللي موجود ده احدث حاجه موجوده حاليا. احدث حاجه نازله. احلى حاجه موجوده. ده بيستخدموه في العلاج الطبيعي لكل العلاج. مثلا نحط على الايد، ايدك كده. حط مثلا كده. ايوه على اللحم ولا على اللبس؟ لا على اللحم كده على طول. الراجل يعمل ازاي كده اهو. مش هنشغل ايه. لما احنا شفنا مع بعضينا وبشرح له ازاي يستخدم الجهاز. طبعا اللي كان في دكتور بيجي هو اللي بيقوم بالعمليه ديت كان بياخد في الجلسه 80 جنيه. زي ما احنا شفنا مع بعضينا ده الجهاز اللي عم غالي عايزه. عم غالي ده جهاز احدث من اللي كان بيجي لك. ايوه. بس انت كده هتعرف تستخدم معاه؟ اه تمام؟ وتربط كده بنفس الطريقه دي الحزمه معاك 8 ازمه. التاني بقى مثلا احنا بنعمل مثلا هنا كده. يعني قريبين ممكن قريبين ممكن تت اهو نوسع السلك كده. ايوه مثلا نجيبوه فوق شويه. ايوه صح كده. طب وهنا؟ في اي حته؟ ايوه. طب وده تعمل ايه بقى؟ تتلزق؟ ديت لا دي برضو بتلف. اه بتلف كده. لا في جوت لازم يعني واحده هنا وواحده هنا. لا مش انا بقول لك انت شوف الاصابات فين بالظبط. الاصابات كل دراعها كده يبقى انت اشتغل على دراعها اليمين. انت معاك دول كده مثلا اهو. بص جمهور فن مساء الخير عليكم مشاهدين قناه الطريق وبرنامج رب ارحم كلي ليسون. احنا موجودين عند ام بطرس عشان اخلي دي الزياره الثانيه لام بطرس. احنا نفكر حضراتكم سريعا هي كانت بتعاني من جلطه في ايديها اليمين ما تتحركش خالص ورجليها اليمين. طبعا كان في جهاز لعمل تمارينات او علاج طبيعي ليها. ايوه كان بيجي الدكتور بياخد 80 جنيه في الجلسه الواحده. فنجد من خلال منبر قناه الطريق ومن خلال برنامج رب ارحم
من خلال مدام رانيا انها عايزه الجهاز دوت. طبعا ربنا من خلال ابطالنا ومن خلال قناه الطريق ومن خلال ابطال قناه الطريق قدرنا الحمد لله ان احنا النهارده زي ما شفنا في الجزء الاولاني نجيب الجهاز ونعلم كمان عم غالي عليه. ده الجهاز معانا واحنا النهارده مع ماما. مبسوطه يا ماما على الجهاز التلطيف؟ مبسوطه حبيبي، يخليك يا رب ويطرح البركه فيك ويخلي لك ولادك ويخليه ليك ويحرسك ويحميك. ربنا يخليك يا رب. تحبي تقولي النهارده لمدام رانيا وكل اخواتك اللي شايفينك؟ كل لها كل سنه وانت طيب ويخليكي ويطرح البركه فيك وانت والاستاذ زيف وولادك، يسترها معاك في كل خطوه ويحميك في كل مكان يا رب ويحرسها يا رب. ربنا يخليك يا أمي، وكل سنة وهي طيبة وانت طيبة، وربنا يخليك لينا وتقومي بالسلامة يا رب، ونيجي نزورك تاني تالت بقى ونطمن عليكي وجهازك. ودي كمان المبلغ ده مبعوت لك برضو من خلال برنامج رب ارحم وابطال برنامج قناة الطريق، تقدر عشان العيد والعلاج برضو مع بعضينا. ماشي. عم غالي طبعا انت اتعلمت الجهاز، عايزين نشوف مع بعضينا وانت بتستخدم الجهاز ازاي ممكن نستخدمه لماما. طبعا احنا الفن علمنا الجهاز. انت ممكن تعملي جهاز جلسه في اليوم مش جلسه واحده كده، الجهاز معانا وبتاعنا ممكن نعمل عليه جلسه مش جلسه واحده، جلستين ثلاثه زي ما الفن ما قال لنا. وطبعا مع الدكتور برضه هنعرف الدكتور برضه هيقول لحضرتك ايه. قال لك اعمل جلسه واحده. ده احدث جهاز موجود، احنا جبنا احدث واغلى جهاز موجود في السوق. ممكن تعمل ثلاث جلسات. طيب يا حبيبي يخليها رب المدام رانيا يودوز يا رب ويحميه ويطرح البركه فيه يا رب ويوعاها في اولادها يا رب ويحميه يا رب ويحافظ عليها يا رب والخدام اللي هيتعبوا ويروح للناس. من يخليك ان شاء الله يخليهم يا رب. من يخليك ويحرسهم ويحميهم ويطرح البركه فيهم يا رب حبيبي. كده زي ما الفن قال لك بالظبط. هنحط الايد ازاي في اربطه هنا. ايوه ده الجهاز اللي اتحط هنا اهوت من خلال تطلع الانفاض السطيه. شوف الدال حبيبي يا بوي. على الايد مثلا على معلق بس واحده واحده. معلش على معلق ايدي يا حبيبي، ايدي يا بويا، ايدي يا بويا. ايوه تمام كده. لا احنا اتعلمنا كويس يا عم غالي. زي ما احنا شايفين مع بعضنا كل اللي شايفين مع بعضنا النهارده اهوت ده الجهاز. بس ايوه على مهلك يا غالي. زي ما احنا شايفين مع بعضنا كده. ده استخدام الجهاز زي ما احنا شايفين مع بعضينا، ومن خلال المواد الكهربائيه بتعمل عمليه العلاج الطبيعي زي ما احنا شايفين. امي كلمه اخيره تحب تقوليها لكل اخواتك وكل ابطال قناه الطريق؟ بقول لهم كل المريض يا رب يشفيه ويحرسه وقومه بالسلامه ويشفيه ويحرس المدام رانيا ويخلي لها اولادها وجوزها. امين. ربنا يخليك يا عم غالي. تحب تقول حاجه النهارده كلمه اخيره لقناه الطريق؟ مدام رانيا وكل سنه طيب والاستاذ زيف وربنا يبارك فيهم ويجعلهم ايدي على سيد عليهم وعليهم. امين عم غالي. مبسوط عم غالي معانا ان احنا قدرنا نجيب الجهاز. مبسوطين يا عم، كل سنه طيبين. وانت طيب يا مالك، سنه طيبه يا امي. طيب. سنه طيبين يا حبيبي. ربنا يخليك لينا. ورجعت لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وأنا حقيقي بجد مبسوطة جدا أنا كمان من أجل إيدين ربنا اللي بتتدخل وبتجري وبتسعف كل إنسان فعلا تعبان. قد إيه كانت محتاجة الجهاز دوت، قد إيه جلسات العلاج الطبيعي بتكلف كتير، ويمكن لو مش في مقدرتهم زي ما شفنا حقيقي مفيش مقدرة اللي هم يكونوا بيروحوا اللي هما يكونوا بياخدوا جلسات، وما دامت بتاخد جلسات كان شيء صعب جدا. لكن انا بشكر ربنا من اجل ايد ربنا اللي بتتحرك وبتسند وبتقوي كل انسان محتاج، وبكل الدعاوي اللي خدناها وبكل المحبه حقيقي اللي وصلت لنا بنرجعها باك لكل مشاهدين قناه الطريق. عشان كده حبينا نكون قبل ما نكون بنختم الحلقه
بنفرح بالتقرير اللي شفناه من شوية، بنفرح بإيدين ربنا. تقدر تكون بتكمل معانا، بتسند، بتعضد، بتحب من قلبك. نجري ونسعد كل إنسان حقيقي محتاج ابتسامة دائمة على وجهه. كل الأحلام وكل الحالات اللي اتعرضت معانا هنحطها بين إيدين الرب أولاً وبين إيدين حضراتكم. الله يكون بيثقل الأحبة. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين. سعدت جداً جداً بلقائي معاكم، وعايزة أقول لكم برنامجي رب ارحم دايماً في قلوبنا. مش عايزاكم تنسوا ولا حالة تعرضت معانا، لكن عايزين نكون حقيقي بالبركات اللي بتبعتوها لبرنامج رب ارحم، ومساعدتكم نكون بنروح لكل الناس اللي محتاجة. الرب يرعاكم ويسندكم ويحقق أحلامكم فيه هو باسم يسوع. وعيد سعيد علينا كلنا، مليان بالبركة والخير والجود على كل شعب الرب في كل مكان. نقول أمين، نقول أمين. تصبح على خير وكله للخير. العوز بلاقيك كان بيه تسند لي قلبي تشجعني. لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم. وقت العوز بلاقيك كان تسند لي قلبي تشجعني. لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم. يا رب يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. كريا ليسون. كريا ليسون. كريا ليسون. يا رب ارحم. See you.